نسيت. لا انا جميل بتاعي. شو عم تعملي هون؟ عم دوّد عم دور على جدول اضافي استاذ. ما بتعرفي انه جدول الاضافي انا اعطيتك اياه وهو على طاولتي؟ يكي والله تذكرت استاذ، لا تواخذني نسيت. تفضلي لمكتبك ولا بقى تعيدي هالحركات. حاضر استاذ. يلا. شو انا بمديرية ولا بعصفورية؟ جننوني. قولي على بعضي. تعال حلو براغي رجلي. ايش وجعبه هلا؟ ما في بالعاده يجي بكير. انا الحق علي. كان لازم اجي ابكر شوي. ايش عرفني انه بده يجي بكير؟ بس لازم اعرف شو كان عم يقرا. وليش عم يجي الشنطه كمان؟ هاي ما مشي حالها، هاي ما حركت ساكن، هاي الخطة تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي، وهي سمعان مو هون، هاي نهائية تقول ما عملنا شيء. نجرب هي. مين؟ أنا. مين أنت؟ نسيت. إيه أنت أمل، عرفتك. شو بدك؟ أستاذ نسيت النظارات جوا. خلص بعدين بتاخديهم. حاضر أستاذ. معناتها ما في أمل غير هي. أمل؟ نعم. خلص قلت لك بعدين بتاخديهم، يعني بعدين بتاخديهم. هي شو وين كنتي؟ عم جيب صفقة الحلوة لسلوى ومنال. حلوان تعينك سكرتيرة المدير، أكيد هلا لما رح يسمعوا الخبر رح يطقوا من الحسد، رح ياكلوا الحلو هن عم يغلوا غلي. لا تفرح كثير، السيد المدير عاوزة. إجا؟ نعم إجا. وشافك؟ شافني. إيه وعملتي مثل ما قلت لك؟ عملت. شو عملتي؟ هيك عملت. إيه حكيلي حكيلي فرحي يا قلبي، شو قال لك؟ روحي ابعثي لي أمك. إيه وشو بده مني؟ ما بعرف. أكيد بده يتشكرني على هيك سكرتيرة حلوة ونشيطة. تعي معي لعنده ولك تقبر أمك. شو عم تعملي هون؟ شو عم بعمل يعني؟ قاعدة بمكتبي. شو القصة؟ ما بعرف. ايه المدير طالبني بدي فوت قابله. افوتي تفضلي. مين؟ انا سوسن ومعي امي. ايه تفضلوا. شو هذا اللي عملتيه يا ست سامية؟ خير استاذ شو في؟ كيف بتجيبي بنتك على المديرية وبتحطيها على مكتب السكرتيرة؟ انت قلت لي. انا؟ امتى؟ امبارح استاذ قلت لي تعال بكره، واليوم صار بكره، واذا بدك بنروح بنرجع بكره. ايه بنرجع بكره. لا بكره ولا بعد بكره، انا مالي بحاجه موظفات، بعدين السكرتيره اللي عندي كثير مريحتني. بس يا استاذ. لا بس ولا خس، اذا سمحتي خدي بنتك ويلا يلا. مشي ماما مشي. مشي ماما مشي. بس قلي روزي ها. تعال. ما بدك تستلمي مكتب السكرتيره؟ بعت لك حمى شو حلوة. الحمد لله اللي خلصنا منهم. لأتصل بمدام هناء وبشرها. توت توت توت. يعني مشغول. هلا برجع بتصل فيها.
حبيته. شو هاد حلو؟ مين جايبه؟ هي اكيد سلوى صالحت مع جوزها وجايبت لها حلوان الصلحه. صباح الخير منولة. اهلا سلوى، كيفك حبيبي؟ اكيد تصالحتي مع جوزي. مزبوط، شو عرفه؟ صفت الحلوه اللي على الطاوله. انا صفتي بايدي، هذا ما انا جبته. مين جابه؟ ما بعرف. يلا زياده الخير خير، فرجينا شو جايبه معك. لا استني بالاول لحتى تجي ساميه، ما حلوه. لك هلا بتلاقيها على الطريق، شايفه المديريه عم تهز. ها اجت ساميه ومع سوسن كمان. ما قلت لك المديريه عم تهز؟ شو ساميه؟ اكيد صفت هالحلو حلوان وظيفه سوسن، مو هيك؟ ايه هيك. الف 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 مبروك. ما بتتصوري قديش انبسطت لك، من صمصوم قلبي انبسطت لك. باركي لها لسلوى تصالحت مع جوزها. مبروك. الله يبارك فيكي. شو ساميه؟ شايفتك مالك فرحانه، خير في شيء؟ الو، اعطيني خط، بدي احكي مع ابو حازم. خير إيمان، شايفتك مو على بعضك، في شي؟ مصيبة يا نادي يا مصيبة. مصيبة؟ خير إيمان؟ مصيبة شو؟ جوزي. أنت كمان؟ شو بو؟ إخواته باعوا بيت أهله وعطوه حصته 200 ألف ليرة. إن شاء الله بتصرفوهم بالهنا يا رب. إيمان، هاي نعمة ما مصيبة. والله خايفة من هالنعمة لتنقلب مصيبة. تنقلب النعمة مصيبة. هاتي أشوف، فهميني، ما فهمت كيف بدها تنقلب النعمة مصيبة. ما بتعرفي إنه الرجال بس زنقل شوي وشم ريحة بعضه أول ما بيفكر يتجوز على مرته؟ هلأ يعني أنت خايفة لحتى جوزك يتجوز عليكي بالمئتين ألف ورقة اللي ورتهم؟ ما بعلمي أنت كافية جوزك وما في طلب إلا بتلبي له يا، ومستحيل مستحيل مستحيل يتطلع على حدا غيرك. إيه هذا صحي، بس هذا لما كان فقير ما في بجيبته ألف ليرة زيادة، أما هلأ الوضع تغير، بجوز كل شي ساويت له يا وكل شي عم ساوي له يا ما يعود يعجبه. إيه والله معك حق، الرجال ما لهم أمان. ليكو جوزي معتر وفقير وما في بجيبته فرنجين وما عم بقدر عليه. انا لازم لاقي طريقه اخليه فيها يصرف كل شيء قبضه وكل شيء موجود بجيبته، بس شلون؟ شوري علي شو اعمل؟ شو؟ بالمصاري. ايش بعرفني، حيالله. حيالله مثل شو؟ ما بعرف، حطوهم بالبنك. ايه عليك انت وافكارك، الحق علي اللي سالتك. شو اعمل شو اعمل؟ خلص لقيتها. سالم بلا هالحركات الصبيانية، عيب انت متجوز. شو يعني؟ بدك ترجعي بكلامي؟ انو كلام؟ متفقنا انه مسموح طلع فيكي، بس مو مسموح انه افتح تمي، وانا ما فتحت تمي. ليكو تمي مسكر، هو مفتوح. ايه ما فتحت تمك، بس فتحت لي عيونك ورقصت لي بحواجبك. رقصت لي بحواجبك، هدول ما دخلهم بنود الاتفاق. استاذ سالم اذا ما بتبطل هالحركات بدي اروح لعند المدير واشكيك. اهو علينا، احترنا يا اقرع منين ما مشطك. شبك يا حلو، من غازلك ما بيمشي الحال، ما من غازلك ما بيمشي الحال، من رقص لك حواجبنا بتتضايقي، لو خرزنا اصبعتنا مشانك ما بيمشي الحال، منين الله بعت لي اياكي؟ سالم. استاذ سالم لو سمحتي. استاذ سالم. ايوه، كل واحد ينزل حده. وين راحت هي؟ راحت لعند المركز. عند الطعم الغمدان حيهم، عند الطعم حيهم، عند الطعم حيهم. شو قصدك اليوم؟ فرحانة كثير ومزقطة. احكي لنا، خلينا نفرح معك يا ستي. من لا انتي جوزي. شو بو جوزي؟ حبيبي جميل.
عم يتغير. عم تحكي جد؟ ايه جد لكن مزار. يعني هلا اذا رحت لعندكم بيقول لي كيفك وشلونك؟ امه لهالدرجه مو معقول ينفرد لسانه فرد طلقه. لو كان بشو متغير؟ يا ستي بالله انت عم يوقف قدام المرايه لمده ربع ساعه ويسشور شعراته ويحلق دقنه ويتبرفان وعم يغير ثيابه كل يوم، عم يلبس احلى ثياب عنده وفوق هذا وهذا بده يغير السكرتيره وهالسكرتيره حلوه. لا تقوم المي ماشيه من تحتك ومالك حاسه. شو قصدي؟ قصدي واضح. أكيد لا فيلو على شي وحدة هي اللي ورا التغيرات اللي طرقت عليه. مي جميل؟ إيه إذا بشوفه بعيني عم يضم وحدة بقول هذا ليس جميل. إيه ما زال بيستحي إلك شلونه؟ كان بشو بتفسري هالتغيرات المفاجئة بسلوكه؟ بجوز على قد ما حكيت معه عم يحاول يتغير مشان يرضيني. بجوز. على كل ديري بالك أنا علي نبهك. إيه شو مفكرة كل رجال مثل جوزي؟ ألو. إيه ايه ايه الله يبشرك على الخبريه، فرحتيني كثير. احطي لك. ليش انزعجتي؟ حدا بيزعل من بشاره؟ امو لما تعرفي شو البشاره بالاول. شو جميل قال لها على السكرتيره العلوه وغلب لك الجمال ابل. تفضل استاذ. شو هاد؟ هذا حلوان الصلحه، احمد امبارح رجع على البيت وتصالحنا. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. لولاك ما بعرف شو كان صار فيني. انت اللي انقذت حياتي، انت رديت لي روحي، انت رجعت الابتسامه لشفايفي. خلص خلص ماشي، بس المهم انك تعرفي كيف تهتمي بزوجك. خلص اليوم قبل ما اجي على الدوام سالته وين بده يروح مع مين بده يقعد وامتى بده يرجع البيت، هريته بالاسئله هري. برافو عليكي، بس اوعك ترتكبي الغلطه تبع رفيقتك منالها، يعني لازم تختاري الوقت المناسب اللي تساليه فيه، مو يكون تعبان وهلكان وتنزلي عليه سخ بالاسئله، ما بيمشي الحال. حاضر استاذ، وأنا متشكرتك كثير على النصيحة القيمة، شكرا الله يخليك. خلص 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 روحي خلص بكفي. باركولي باركولي. مبروك. بس على شو؟ المدير كلفني بالعمل الإضافي. يو هلا هذا اللي مفرحك؟ طبعا ست نجاح، أنت ما ممكن تفرحي لهيك شغلة تافهة. الله يتم عليكي، جوزك تاجر بالخود والهات. أنا لو كنت محلك كنت تركت الوظيفة وقعدت بالبيت، وتركت محلي لغيري ينتفع ويعيش منه. ليش شو حبيبتي؟ أنا قاعدة على قلبك؟ لا، بس في كتير من الناس محتاجين للوظيفة أكتر منك. ألو، أيوة، مدام سمر؟ إيه موجودة، لحظة. خير إن شاء الله. ألو، أهلين جارتنا خير، شو في؟ شو عم تقولي؟ طيب والولاد وين بدهم يروحوا؟ طيب طيب، أنا هلأ جاية. استاذ انه الاولاد لما بيرجعوا من المدرسه بيستنوني شوي عند الجاره لبينما ارجع انا من الوظيفه. فالله يخليك استاذ، الجاره هلا خبرتني وقالت لي انها مضطره تطلع من البيت لانه جوزها قال عم بيخونها مع وحده تانية ما بعرف وين. فالله يخليك استاذ، الله يخليك، خليني اروح على البيت لانه هلا اذا اجوا وما لقوا الجاره رح يستنوا بالشارع. بسيطة، أنا رح أعطيك الإجازة بس مو مشانك ولا مشان أولادك. مشان مين أستاذ؟ مشان جارتكم لأنه بتغار على زوجها. شكرا لك أستاذ. خلص خلص شكراً روحي. شكرا ممنون كثير أستاذ. روحي لحقي أولادك مشان الجارة تلحق زوجها. يلا. شكرا أستاذ. غريبة، منين طالعة لي بهال لحمسي هي؟ لك إنه أنا بس روح عند المدير ما عاد أعرف أحكي ولا كلمة. يلا أنا رايحة على البيت، إذا بكرة ما أجيت قدموا لي إجازة. الله يكون بعونها، المسكينة ما عم تعرف وين بدها تحط أولادها. الحمد لله، أنا حماتي ساكنة فوقي، بس يجوا الأولاد من المدرسة بيطلعوا لعند ستن، بيشلحوا وبيغسلوا وبيتغدوا قبل ما أوصل. يا ميت أهلين وسهلين بالكاتب العبقري، إيش وعيلة الرئيس هي؟ عيلة فزة يا أخي. لك وينك مبارح؟ استنيتك مشان تجيب لي السيناريو ما جبته. نسيته بالمكتب. قريته؟ حرف حرف. بصراحة أخذت منه كم خطة بدي طبقها. إن شاء الله لقيت شيء تستفيد منه. يا سيدي الخطط اللي كاتبها بتفجر أكبر صمام أمان بالدنيا، بتفلعه فلع. حلو. بس يبدو إنه صمام الأمان اللي عند مرتي أقوى من كل خططك يا بيك. شو قصدها؟ بظاهر جربت شي خطة وفشلت. طبعاً فشلت. أنا كنت متوقع إنه مرتي تزعل وتلطم حالها وتبكي. لا يا سيدي، فرحت وهيصت. هيصت وفرحت؟ شلون بقى؟ شو عم تعملي هون؟
اخذ البريد استاذ. البريد لسه ما وقعته. قومي. حاضر استاذ. خلي درويش يجيب لنا قهوه وهو يفوتها. يضربوا على العادي. ما راح لعنه. لا اعرف شو الموضوع. درويش. على طول بحس حالي محاط بالجواسيس. مالنا فيهم. هذا يا سيدي اليوم حلقت دقني، زبطت اموري، لبست طقمي الجديد وجرافتي الجديده، ووقفت قدام مرتي. قلت اكيد رح تسالني وين رايح ولمين بدك تقابل. حزير شو قالت لي. شو قالت لك يا سيدي؟ قالت لي ما تبلها الامن، من زمان هيك زبط امورك وحنيك دقنك ومخبك كالونيا، خلي الموظفات عندك بالمديريه ينشرح قلبهم. عجبك على الجواب؟ هلا هيك قالت لك؟ هيك قالت لي. قال ما راح تشك فيه لانه بتعرف شو في عنده. يطول بالك، شيء طبيعي ما تشك من التغيير الاول، لكن لما بصير التغيير اوسع واشمل اكيد بدها تشك. جرب لك شيء خطه ثانيه. ايه شو عليه؟ راح جرب. يا احلى غنوه غنوه سمعها قلبي، ولا ينتهيش ولا ينتهيش. درويش وينك لهلا؟ المدير سأل عنك 3 مرات. إيه ما كان عنا بنت، نزلنا لعند سمان شرينا بنت. إيه يلا يلا فوت لهم ياهن بسرعة. أمولتي؟ أنسي أمال. حاضر أنسي أمال. إيوه نعم. شو بدك؟ لك الله ينعم عليكي ويرحم والدينا ووالديكي. لك تسلم لي كلمة نعم وهي عم تطلع من تمك. يا سلام ما أحلاها. إمتى هيك بدك تحطي وراها كلمة بعلي وتقلي لي مو يا بعلي مو يا بعلي؟ تتمرمر عليك عيشتك يا بغلي. فوت فوت القهوة اضوي. سؤال واحد وبفوت. تفضل اسأل. المدير بطل يعمل جولة على الأقسام؟ امبارح الموظفات ضلوا عم يستنوا للتنتين ونص وما إجا. ما فضي، إجا لعنده ناس مهمين. يعني على علمك لغى فكرة الجولة نهائيا؟ لا ما لغاها، بس أجلها. لإمتى؟ ما قلي. لك يا المدير، بتعرفي بهالعملية خلى الموظفات يترقبوا مجيئه بكل لحظة، وهيك بخليهم يشتغلوا منيح وما يهربوا. درويش خلصني، فوت فوت لهم القهوة. خدي خدي فوتي له انت القهوة، لروح بلغ المواصفات انه تأجلت الجولة لأجل غير مسمى. خدي. يا ريت اقدر فوتها، المدير بده اياك انت شخصيا تفوتها. ايه اجا هيك بفوتها. ماما. نعم شو بدك؟ مطول الاكل. لا حبيبي مو مطول. نستنى البابا ولا بدنا ناكل قبل ما يجي؟ انت شو رايك؟ انا رايي ناكل قبل ما يجي. ليش ما بدك تاكل معه؟ هو ما بده ياكل معنا. ومين قال لك؟ امبارح استنينا برد الاكل وما اجا، واليوم كمان ما رح يجي. رح شوفي مع مين عم يتغدى. لا حبيبي امبارح حالي نادره، اليوم اكيد رح يجي يتغدى معنا. بتشارطي؟ بشاري. من شو لشو؟ يلي بدك اياه. اذا اجا على الغدا انا بروح معك مشوار، واذا ما اجا على الغدا تاخذيني معك مشوار. اتفقنا؟ اتفقنا. خذ معك الخبز على الطاوله حبيبي. يا لطيف ما اذكى عجيتين ربحانه. على انه مطعم بدي روح اليوم؟ ما راح روح اليوم على المطعم، ما بحب اكل المطاعم اصلا. هالخطه فشلت. داروق اتغدى بالبيت وخطط لخطه جديده. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. شفت؟ هي جابوك. شو بدي أعمل؟ ما زبطت معي هالمرة، خسرت الشرط. يلا أمري لله رح روح معك مشوار. أهلين بابا. أهلي يا رجيلة. يا مرضي أنت خير؟ هلا شو القصة؟ أهلين جميل. لا ما في قصة ولا شيء. فوت غسل إيديك مشان تاكل الشرحات، لساتهم سخنين. وأنت كمان. يلا يا طارق. Like, eh!
تلاقي ايدكم. اهلين سهام، اهلين بالحامل والمحمول. يا مرحبا جارتنا ام محمول. اهلين وسهلين. بتسلم عليكي ماما وبعدت لك هدول تذوقيهم. ليش معذبين حالكم؟ ما بتقدر ذوقها من الريحه. فوتي سهام. بخاطرك. فوتي تغدي معي. انا تغديت. لك تعالي. لا بخاطرك يلا باي. كيفو امجد واغيان؟ منح بوسوا ايدي، يلا باي. مع السلامه. الله بعت لي غدا من غامض علمه بدون ما اتعفي. منيح اللي ما قليت البطاطا. اشو عليه؟ بكره بقليهم. لك العمى بعيونك العمى، مالك شايف طيني طول الحوره؟ مالك طاسس طيني؟ شو هاي؟ هدول بس اللي بعت لي ما بيشبعوا صوص العمى، ما ادخل العمى. تروحي قتل مالي شايلتك من ارضك. رايحه بدعس عليكي وجايه بدعس عليكي. هذا حلواني لأني خليت جارنا جميل يعطي بنته دروس ببلاش، قصدي مثل البلاش. فكرت بعدت لي جاجي أو ديك. يلا ماشي حالون. نعمة كريم يا لطيف. شو بتحب البصل يا جميل؟ ليش كل القار؟ إذا بتتضايق من ريحته ما باكل. ها ناخد راحتك إن شاء الله. صحتين وهنا. طب نسيت قلة هاي واسطتك رفيقتك هبة مشي حالها. ابن خالدها رجع مرته وتصالحوا. ايه الحمد لله. مرته بعد ما رجعها اجت لعندي تتشكرني. الله يخلي لنا اياك يا استاذ جميل. مالنا غيرك يا استاذ جميل. الله يديمك يا استاذ جميل. انا كثير فرحت. اجت تتشكرك لانه بتفهم. وحده غيرها كانت نسيت. هلا هذا رايك؟ طبعا. صحيح ما قلت لي ليش قلعت السكرتيره الجديده؟ انت شو عرفت؟ الزقزوقه قالت لي. أنا بصراحة قلعتها لأنه حلوة زيادة عن اللزوم، وبعدين دلوعة زيادة عن اللزوم، وصغيرة زيادة عن اللزوم. وشو بدك أحسن هيك سكرتيرة؟ خفت تلطشني منك. لا تخاف ما حتلطشك، بعرف شو عندي. مرحبا أنا. أهلين أم محمود. أهلين تفضلي. بس بعطونه عم تتغدوا. عم نتغدى. معناتها حماتي بتحبني. جيت بوقتي. أهلا وسهلا تفضلي. والله جارنا ما بتقوم. كمل أكلك ولا قلا أملي صحن هالشرحات. جايبت لك أكلة بتحبها كتير. تفضلي أم محمود اقعدي. يسلم لي الذوق. مع أحلام. شايف جميل؟ أم محمود جايبت لك كوسة محشي، الأكلة اللي بتحبها. شايف ما لذة؟ الحقيقة هدول الكوسايات المحشيات مو أنا طبختهم، جارتنا أم تحسين بعتت لي إياهم. جيت أنا ها بدي آكل كوسة محشي. أم تتذكرت جارنا أبو طارق بحب كتير الكوسة المحشي، بتقطعت عن تمي وقلت خديهم لجارنا أبو طارق بينبسط بأكلهم. ومنه بتغدى معكم أحسن ما أتغدى لحالي. شايف جارتنا أم محمود قطعتهم عن تمي وجابت لك إياهم. تفضلي أم محمود ليه ما عم تاكلي؟ ليش عذبتي حالك؟ انصبيت لحالي. يسلموا. صحتين وهنا. ايمو الصحن من خلقتي. بشبون جارنا الكوسايات فيهم شي ريحه مثل الفله تازه. اليوم ام تحسين طبختهم. لسه امبارح اكلت كوسه، مو جاي على بالي كوسه ماشي. مو اساس بتحبه كتير كتير، واذا بيصلك تاكله كل يوم كل يوم ما بتكرهه؟ بطلت العاده. الحمد لله ريحتني، كنت كل ما اسال يحفري كوسه كان يغب على قلبي. يعني هالشي يفرحك؟ طبعا اللي بيريحني بيفرحني. شبو شو صار له؟ شبع. وانا كمان شبعت. وانا كمان شبعت. إيه شو بلاقي؟ ما بقي حدا غيري على الطاولة. عادي كلي ام محمود لتشبعي، البيت بيتي. لا تستحي على مهلي وهي قاعدة معك. ما في داعي حبيبتي، روحي انتي شوفي جوزك. شو انا غريبة؟ صحتين وهنا ام محمود. طرايا هالشرحات مثل الفستق. يحلي لحقتهم قبل ما ياكلوهم.
صبحات هي. مها حبيبتي، نحن مو زرنا بيت رفيقتك هنا؟ المعنى؟ المعنى مو لازم هن يردونا لزيارة؟ بيجوا أهلا وسهلا، ما بيجوا هن أحرار. طب شو رأيك أنت تتصلي وتعزميهم يسهروا عنا؟ وشو المناسبة؟ هيك بدون مناسبة، ولا قلي؟ قلي لهم عيد ميلادك. عيد ميلادي لسه مطول. عيد ميلادي أنا. الجمعة اللي راحت. عيد زواجنا. الجمعة الجاية. صحي نعيم، شو بدك تجيب لي بعيد زواجنا؟ حبيبتي بحب ذكرك انه هي المناسبه مناسبه مشتركه، يعني مثل ما هو عيد زواجي هو عيد زواجك انت، وبقد ما بتكون هديتك الي قيمه وسمينه بقد ما بتكون هديتي انا الك قيمه وسمينه. حبيبي هلا بدك تقارن وضعك بوضعي، انا موظفك احيانا انت تاجر كبير ادوات كهربائيه اضرب اطرح. طيب حبيبتي ما في شيء بيغلى عليكي، رح اهديك هديه ثقيله كثير، بس كرمالي هلا اتصلي فيهم واعزميهم على السهره لعنا مشان القعده تحلى وتحلى. لا بدي اتصل ولا عاد بدي هديتك. إذا خايفة إني أحكي كلمة هيك ولا هيك برات الطريق بتكوني غلطانة، لأنه أنا خلص بطلت هالعادة، بس هلا يلا اتصلي فيهم، خليهم يجوا مشان قعدتنا تصير ونس أكثر وتحلى أكثر وأكثر. لا، باين بطلت العادة. لك خلصينا بقى عم بمزح، روحي اتصلي فيهم، يلا روحي روحي. ما رح يجوا. أيوة، شو عرفك؟ جوزة لهنا ما بيحب الخلطة كثير. اتنايمة وتجي، وإذا بتخاف ترجع لحالها على البيت بالليل أنا بوصلها ما في مشكلة. ما حذرت. يعني ما رح تتصلي فيها؟ لا انا بتصل فيها مو مشكله. نعيم استحي على دمك، زودتها كثير. خير، لوين رايحه؟ نازله نورفيتي على السوق. بدك تطولي؟ يعني على هوا ما نتوفق بشري الاغراض. على اساس مو معك مصاري؟ يعني هو مو انا اللي بدي اشتري، هي اللي بتشتري. وبلكي شفتي شي شغله ولقيتيها لقطه وعجبتك. ما بيصير شيء، بتضيق من رفيقتي وبعدين بوفي لياهم. لا يا هنا، اعيب شيء انه الوحده تتضيق من رفيقتها. سكي هاي 1000 ليره خليها بشنتايتك، اذا حبيتي شي شغله اشتريها ولا يهمك. يسلموا جميل كلك ذوق. اوعك تفكري اني عم بعطيكي مصاري مشان غطي على شي عامله عامله، تعرفيني انا ها ما عندي هيك حركات. لا حبيبي، انت ضل عم تعطيني مصاري واعمل يلي بدك اياه. عم تحكي جد؟ طبعا جد، لانه انت ما رح تساوي شيء. شكرا على المصاري. لا تاخري ها، بدي لحق الموعد اللي اجلته من امبارح لليوم. حاضر. ولا فرقت معه، طارت الالف ليره على الفاضي. الله لا يوفقك يا وسيم على الافكار الخرندعيه هي. ايه خرندعيه؟ طارق طارق. نعم محمود. الله ينعم عليك ويرحم والدينا ووالديكي. وين رايحة؟ مشوار. بدك تطولي؟ لا، ليش عم تسألي؟ كنت جاي لعندك. خير، في شيء؟ إذا في شيء ضروري برجع. لا ما في شيء ضروري، طالما مطولين مسا بجي لعندك. طيب محمود شغلتي بالي. الله لا يشغل لك بال على محب إلهي يا حق يا كريم. محمود قولي شو بدك؟ بدي الصحن. أنو صحن؟ الصحن اللي جبت لكم فيه كوسة محشي. أي حقك، دقي على جميل بيعطيك اياه. هلا انا لو الصحن الي ما بطالب فيه، وبعرف رح يرجع لي مليان ومنتلي، بس الصحن مو الي لام تحسين، بدي ارجع لها. مثل ما قلت لك بدقي على جميل بيعطيك اياه. في شيء ثاني؟ سلام خاطرك. انت وين مشواري قبل؟ عالسوق. توقعت هالشيء، بدي اطلب منك طلب يعني لو في سؤالي. تفضلي. ولا اقول لك ما بدي اعزبك، بشتري انا بكره، بكره بنزل على السوق انا واشتري. تعالي ام محمود قولي لي شو طلباتك، انا بجيب لك اياهم معي من السوق. ما بدي اعزبك يا. على كيفك. ولا اقول لك اشتري لي اياهم بطريقك، بركي انا بكره ما صح لي انزل على السوق. مري جارتنا شو طلباتك؟ يا غاليه انت. انت الغاليه، ما يأمر عليك ظالم، بدي تشتري لي دراعين ثلاثه مطيط، عندي بردايه المطبخ ترى المطيط جيتها. بتعرفي برداية بلا مطيط ما بتوقف، ولأنه ما عندي هدول السياخ فست فست يلي دارجين هلا. بس هيك تكرم عينك. ويني قد ما بيطلع حقهم بعطيكي، وما بدي وصيكي وعي حدا يغلبك. سومي هون وسومي هون بعدين اشتري. معلش ام محمود الشغلة معنا محرزة، بجيب لك اياهم على حسابي. صحيح هن مو محرزين بس بدك تاخدي حقهم.
إذا ما بدك تاخدي حقه لا تجيبيهم عيني. خلصنا جارتنا، قلت لك شغلة مو محرزة. بدك تسلمي لي يا مزوقة يا كريمة. عم قول يعني طالما الشغلة صايرة وصايرة، عمليهم خلص تضرق. يلي بزيد بخبي للمرة الجاية. ليش أنتي محمود كل قديش بتغيري المطيط؟ شيت البرداية تبعك؟ يعني كل أربع خمس سنين. اكرمال زرافتك وقطافتك ونظافتك عامل لك يوم بدل الخمسة عشرة. اروحي. الهي وسيدي مولاي يهنيكي يا هناء يا مهنيتيني يا بنت الكرم. انت بخاطرك ام محمود. مع السلامة حبابة هالهناء، بحبها كتير انا. بروح جيب الصحن سما ياكلوا عليه، مو الي لأم تحسين، لو الي ما فارقة. لحقت ترجع من السوق. وين خبي الدفتر؟ ها طبيعي. ايوه شو بني؟ الله لا يعطيني عافيه. ليش مضطرب انا؟ لو هنا مع مفتاح كانت فتحت وفاتت. لا مو هنا، شو هنا. ايوه مرحبا قلبي. اهلين. نعم الله ينعم عليك. رد السلام بالأول بعدين اسأل شو بدي. شو بديك؟ مصر ما تردوا للسلام. المهم جاي أخذ الصحن يلي حطيت لك فيك وسامحشي. أنا مو هون. طول بالك طول بالك، ليش عم تسكر قوام للباب يا لطيف؟ شو وشك حامل الضيف؟ قلت لك أنا مو هون. بعدين أنا ما بعرف وين الصحن محطوط، بس تجي هنا تعي خديه. أنا بعرف وين بلاقي. لوين فايته؟ لجوا. لجوا؟ لك إيه لجوا، لك هلا برا. رجعي المساء خدي الصحن، خلص رجعي المساء. شو القصة جارنا؟ أنا قصة؟ أول شي طولت لفتحته للباب وهلأ ما بدك يعني يفوت. مين في عنده؟ شو قصدك؟ مفهومة جارنا، الولد الصغير بيفهمها، عيب عليك. لسه مرتك ما لحقت تطلع من البيت، أوام لحقت. أنت شو عم تخرفي؟ أنا مستحيل ساوي هيك قصة. خليني فوت وشوف بعيني. شرفي. لا جارنا عم بمزح معك شو. إذا رجال البناية كلها والصايح كله عملها أنت ما بتعملها. وشو عرفي؟ هنا حكت لي عنك كتير. شو بتحبي هلأ؟ تفضلي افتح لك قط النوم، قوضة الأولاد، المطبخ، شرفي دوري. لا ما في داعي ما في داعي. أنا قلت هيك حجة مشان تفوتني أخذ الصحن، بس أنت خزيت العين حولك وحوليك، آدمي كتير وما بينخاف منك، حتى باب الشقة ما سكرته علي وعليك رقابيا مشان الخلوة. شلون بدي شك فيك؟ آه شلون؟ ها؟ منيح اللي سكرته للباب، أحسن ما تفت لشي قطة وتلحس لها شي شغلة. أنا فايتي أخذه للصحن. تفضلي البيت بيتك. لك يسلم البيت وصحابه. شو هالحظ هاد؟ حتى أم محمود ما عم تشك فيي. يا ترى هنا وين بتحطون للصحون؟ ها ليكو العمى مو موجود. يا حبيبي احلى يكونوا الولاد كاسرينه. نمدج الطعم تاني لأم تحسين، ما لقيته انا الصحن. مو على اساس بتعرفي وين تلاقيه؟ ابو طارق ابو طارق الله يرضى عليك انشف لي هذا الصحن. خلاص المساء بتجي هنا وبتعطيك اياه، رجعي المساء. لا ما رح ارجع المساء، بدي رجع لأم تحسين. يلا بدور عليه مرة تانية شو بدي ساوي، بس طمني قبل، الولاد كسروا شي صحن اليوم؟ لا طمنتني، الله يطمنك. طارق سليم وين بدها تكون حاططه؟ معقولة يكون بالبراد؟ معقولة كل شي جايز؟ بجوز مستعملته وحاطه في شي. هذا هو مو اكلينه.
صار معي؟ لقيتي الصحن؟ عجلي لك شوية بالما يجي حدا. لقيته لقيته. شو صارنا؟ ليش ما أكلت الكوسة المحشي؟ بطلت حب الكوسة وخاصة المحشي. لكن رح أخده أنا. الله معك. منيح اللي ما أكلوا مون، أنا بتعشى هون. ليش لحتى تقل بالعشاء؟ بخليهم غدا لبكرة، بعدين ببقى بودي الصحن لأم تحسين. وليش لخليه عندي لبكرة؟ هلأ بفضيهم بصحن من عندي وبغسل له صحنها وبدي له إياه. دكتور ريني. وبعدين معاي طلعت من البيت بكير ما استفدت شي، لبست الجرافي الجديدة والطقم الجديد كمان ما استفدت شي، اتغديت برات البيت ما همه، ما سألتني مع مين. وبعدين معها أنا بفرجيك يا هنا يا بنت سعيد، إذا ما بخليك تولولي وتجني من الغيرة إيه ما بكون أنا جميل الحمصي ابن الحمصي. حمصي فيي قد ما فيكي، بس أنا بفرجيكي. وين حطينا الدفتر؟ هاي الفكرة بدها تخيلها خيل، لا بدها تزبط هاي الخطة. الله عليك يا وسيم يا صاحب الأفكار اللي مو خرندعية. الله لا يوفى، أخذت الكوسايات وطرقت أطرميز اللبني كمان. بن 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 هاي البن هاي الدولة سكر 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 هاي السكر مو ضروري السكر. هاي الأحمر حطيناه. كاسة مي وهي كمان ملونة زيادة الخير خير. يلا لو طلعت البنت باجوقة كبير. زايد شوي ساز شربانو. طيب يا القهوة ها. لا
لشوف هلا صمام الامان رح ينفجر ولا لا. مين بده ينفجر؟ ولك انت شو جابك لهون؟ مو على اساس عم تدرس؟ عطشت بدي اشرب. ايه فوت اشرب، مين ماسكك؟ صب لي كاسة. شو صغير، فوت صب لحالك. لا كل شيء لهي، اتركها هي. ليش بهي الكاسة مسمومة؟ لك ابي حل عن ظهر الكاسة بقى، اشرب من غيرها، في 100 كاسة هنيك. رو يا بتقلي شو بهي رح اشرب منها. طيب مالك شايفة وسخة؟ ما علموك بابا بالمدرسة انه ما تشرب من كاسة حدا شربان منها قبلك؟ من تم لتم بتموت الام بابا. شو هاد؟ معك حق، الكاسة وسخة، رح اغسلها بعد ما اغسلها بالشفية. هي الكاسة عم قلك اتركها محلها، في 100 كاسة اشرب من غيرها. بابا شو القصة؟ الكاسة فيها سر؟ ايه فيها سر. سر شو؟ عم بعمل عليها تجارب بابانا. تجارب شو؟ تجارب فيزيائية. ايه فهمت عليك. ايه اشرب من هنيك لكان. ولا قلك ما عاد بدي اشرب، بدك مساعدة؟ روح لدروسك. بابا؟ نعم بابا، نعم. شو وقت امك؟ ليش حاطط ايدك عليه؟ بابا بس مشان تنجح التجربة، عرفت ليش؟ انت روح كمل دروسك، خليني اعرف كمل شغلي. ها على قول طرائف من العالم، الله في خلقه شؤون. يا رعاك الله. سليم تعال بابا، تعال. نعم بابا. الله يرضى عليك، اذا سالتك الماما مين ملوت الفنجان والكاسة بالاحمر لا تقول لي اني عم سوي تجاربي. ليش؟ وطي صوتك. ليش؟ مشان خلي لي اياها مفاجاه، مشان حقق النتائج المتوخات من تجاربي. واذا سالتني شو قلها؟ اذا سالتك شو بتقول لها؟ ايه بتقول لها رفيقته للبابا اجت لعنده وشربوا قهوه سوا. ايه ما بساويها. ليه؟ انت قايلنا يلي بيكذب بده ياكل قتله، وانا مو جاي عبالي اكل قتله. ايوه انا بحبك يا مربى. يا مهذب. الله معك سليم. هلأ روح. تجاربك ما رح تنجح. شو عرفك؟ لأنه التجارب تنعمل بمخبر مو مطبخ. ولي سيناريو. يا سلام. ثم بعد ذلك يرتدي أجمل ما لديه من الثياب ويضع بعض البريانطين على شعره، وما يسبب لمعانا وبريقا للشعر يثير غيرة وحفيظة حفيظة تقول له شلون بيتحملوا ريحته؟ بابا جميل يا جميل. بدك تطلع بابا؟ لا مو هلا، مالي طالع لتجي امك. تعال هلا. تعال. شو؟ انا برايي تروح هلا، لانه اذا اجت الماما وشافتك بهالاناقه اكيد راح تغار وتفكر انك رايح تتجوز عليها. الله يسمع منك، من تمك لابواب السماء. ولي اجت الماما، قلت لك انفوت بريشك قبل ما تجي، ما سمعت كلامي، اجاك الموت يا تارك الصلاه. مرحبا جميل. شو ها؟ ليش تأخرتي؟ ما بتعرفي انه عندي موعد؟ الموعد اللي أجلته من مبارح لليوم. وليش ما رحت؟ بدك مني شي؟ الولاد بيضلوا لحالهم. أنا ما كنت عم استناكي مشان الولاد. لكن مشان شو؟ مشان أنينة البارفان، هي اللي جبتي لي إياها من تدمر، فتلت الغرفة عليها ما لقيتها. وعدت تكوني أعطيتيها لأخوكي. ها؟ لا ما أعطيته إياها. بدك مني شي؟ وعدت كنت تهدية لحدا. لا أعوذ بالله، ليش الهدية بتنهدى؟ بس أنا بدي بخبخ حالي، عندي موعد مهم ولازم تكون ريحتي حلوة، يعني لازم أكون مبخبخ خير الله. عم تحكي جد جميل؟ طبعا جد.
اكيد ما هان عليك تخجلني، مشان هيك بدك تحطني البارفان الجديد اللي جبت لك اياه. انا بصراحه كثير تضايقت منك هديك المره لما خجلتني وما رضيت تحط منه. دقيقه لجيب لك اياه. اهلين ماما. اهلين حبيبي. اجاك الموت يا تارك الصلاه، ما عجبك ارجيله؟ هي ما غارت. تعرف شو عندها وانا بمعلق فيا عم شوفها يوميا. يلا جميل حبيبي يلا. هات يا رب. لا انا بخلك. فيس 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 فيس. خلص بس بكفي حاجه. تبارك الخلاق فيما خلق. يا ارض حرسي ما عليكي. ها من زمان البيس وتلبس حاجه حاطط له تقومي بالخزانه رح يعدتو. شعراتي حلوين شعراتي. كلك على بعضك حلو يا حلو. يا جميل يلا حبيبي روح على الكل عم يستنوك. يلا معك حق، اتصلوا فيي اكثر من 10 تليفونات ومو حلوه يتاخر عليهم عليهم عليهم. ايه طبعا ما حلوه تتاخر عليهم. مع السلامه تقبر قلبي. على فكره بجوز اتاخر. على راحتك حبيبي على راحتك. وانت بغيابي اعملي لك حوسه هيك بالبيت ورتبي المطبخ، المطبخ مكركب. اجلي كل الجلي اللي على طاوله السفره اللي بالمطبخ. انا لازم امشي، خايف اتاخر عليهن عليهن. حبيبي ما بدي حدا يعلمني شغلي، انت روح احسن ما تتاخر تقبر قلبي. وين بدي اروح اليوم؟ مو معقول اروح لعند امي، لانه اذا رحت لعندها اكيد رح تفتح لي محضر. ما في غيرها. شو عندها وانا بمعلق فيها عم شوفها يوميا. يلا جميل حبيبي يلا. هات يا رب. لا انا بخلك. فيس 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 فيس. خلص بس بكفي حاجه. تبارك الخلاق فيما خلق. يا ارض حرسي ما عليكي. ها من زمان البيس وتلبس حاجه حاطط له تقومي بالخزانه رح يعدتو. شعراتي حلوين شعراتي. كلك على بعضك حلو يا حلو. يا جميل يلا حبيبي روح على الكل عم يستنوك. يلا معك حق، اتصلوا فيي اكثر من 10 تليفونات ومو حلوه يتاخر عليهم عليهم عليهم. ايه طبعا ما حلوه تتاخر عليهم. مع السلامه تقبر قلبي. على فكره بجوز اتاخر. على راحتك حبيبي على راحتك. وانت بغيابي اعملي لك حوسه هيك بالبيت ورتبي المطبخ، المطبخ مكركب. اجلي كل الجلي اللي على طاوله السفره اللي بالمطبخ. انا لازم امشي، خايف اتاخر عليهن عليهن. حبيبي ما بدي حدا يعلمني شغلي، انت روح احسن ما تتاخر تقبر قلبي. وين بدي اروح اليوم؟ مو معقول اروح لعند امي، لانه اذا رحت لعندها اكيد رح تفتح لي محضر. ما في غيرها. اهلا وسهلا. يا راسي اهلا وسهلا. شي بالاملاء اوعى تكتب بدال شد الحبل سد الحبل. ان شاء الله يبعت لي حمى. في شغله نسيتها. شو هي؟ الزباله. ايه صحيح، دور مين اليوم؟ دور اخي. مزبوط، اليوم دوري. يلا لك امي قوم انزل كب الزباله ورجعنا. ماما خليها لبكره. شو شو؟ بكره دوري دكتور علي الزباله، قصدك ياسر الزباله. يا عليك. يلا امي بلا كسل قوم كب الزباله. يلا حبيبي. حاضر. تقبر امك شو مرضي حبيب قلبي انت يا روحي. لما انزل على الرصيف ما في حدا. شو لي يا لطيف؟ نعم. ايه وبعدين؟ لك حاجه حرقتوا للجرس، حاجه تدقوا. شو هاد؟ مساء الخير ام محمود. اهلين ام تحسين، شو جايبه معي؟ هدول شويه فاصوليه جايه خرطهم عندك، انت متسلى فيهم. بدي نام تعبانه انا. ايه لسه بكير على النوم. جايبة سكينتك معي؟ ايه جايبتها، بس اعطيني صينية الله يوفقك. كمان انا مو مشان شي، عندي سكينة بس ما بتقطع، بدها سن يبعت لقتلها شو تلمي.
ولا يهمك ام محمود، سكينتي مطابخيه وحده. ما قلت لي ام تحسين شلون سيهان عم تستفيد من الدروس اللي عم يعطيها اياهم الاستاذ جميل؟ لسه ما اعطاها غير درس واحد بس، بكره بده يعطيها الدرس الثاني. شو بدي اقول، جبتي لي معك اجره الدرس الاولاني؟ لسه بكير على مهل، بس يصيروا شي 4-5 دروس بدفع له اياهم دفعه واحده. لا لا يا ام تحسين، انا ما بدين، بقصد هناء ما بدين، بدها اجره كل درس بدرس، وهيك شرطتني من الاول. ايه وعلى شو مستعجله؟ بندفع لها اياهم، مالنا هربانين. شوفي ام تحسين، لا تسوي شيء قدامها، اذا ما عجبك شرطه شوفي لك مدرس يعني معلم ثاني يصبر عليكم يدينكم. معلم ثاني؟ ايه مالنا قدر ندفع على الساعه 300 ليره؟ لك انا احمدي ربي وادفعي كل درس بدرسه. خلص بكره بدفع. الي يا؟ ايه خلص الك. ما قلتي لي ابو تحسين لقى شغل ولا لسه؟ لسه عم يدور، ما عم يلاقي. الشباب هالايامات ما عم يلاقوا شغل، حتى الختائر المتقاعدين يلاقوا. بعين الله. ابو تحسين عم يفكر يفتح دكان تسمانه. دكان تسمانه؟ احسن شيء بتعملوه بهالايام دكان تسمانه. ايه بس ما معنا رسمال. انت بتعرفي البير وغطاء يعني؟ تدينوا. ديان؟ مين بده يديننا يا ام محمود؟ ام تحسين دبري حالك، بتلاقي الا ما تلاقي حدا يدينك، بتلاقي مطرمخه انت، بتلاقي الا ما تلاقي. منين اجوا هدول؟ جليت الجلي قبل ما اطلع. يزار جميل غالي قهوه. حمره؟ وهالكاسه كمان؟ وحده ست؟ غريبه، مو معقول جميل يعملها؟ معقول تكون امه؟ حماتي ما بتحط حمره، بجوز اخته. اي بجوز. عرفتها، هي اكيد جارتنا ام محمود، هيك بتحب الحمره الفاقعه، هيك ذوقها، ما في غيرها. هي لما اجت لتاخذ صحن المحشي اعتبرت حالها كالعاده من اهل البيت، وغلت القهوه الها ولجميل، او جميل غلى ليها. لا جميل ما بيساويها، على الارجح ام محمود هي اللي غلتها. شفتوا؟ صحن المحشي مو موجود، معناتها ام محمود اجت واخذته، وتحليلي للامور مظبوط. منيح يلي جميل تحمل بين ما غلت له القهوه وشربوها. كم مره قلت له لا تحطوا اغراضكم هون؟ دائما قهوه، انا رح امشي هلا. وعاكم تتستروا يعني ما بدي نبهكم. ها الله يسعدك. أكيد بتكون هلأ اكتشفت حمرة الشفايف على الفنجان والكاسة، وبتكون عم تغلي غلي على ما تعرف مين هي صاحبة الحمرة. أكيد بدها تكون وقفت لي على البلكون عم تستناني، بس ما كنت قلت العيار عليها شوي، خايف تعمل لي شي خناقة طويلة عريضة وما أقدر سيطر عليها. يلا خليها تخانق لتشبع، إذا انزنقت كتير بعيط لأم محمود تفكنا. عليك مسلسلات قال كوميدي على اساس بدال ما يضحكونا ببكونا. قال دكتور قال ايش دخلوا بالتاليف، خليه بسبيرته والقطنه تبعه، لقوا موظف البيت احسن شيء. مالا واقفة على البلكون؟ معقولة تكون تركت البيت ومشيت؟ الله يستر. الحالي ما كان لازم تقل العيار كل الأد، كان لازم أعمل خطة أضعف. هلأ شو الأعمال؟ أحسن شي طالما وصلت للي بدي إياه أني روح لبيت أهلها وإشرح لها كل شي وراضية ورجع على البيت.
بس الضو شاعل معناتها بالبيت، وبركي من قهرة طلعت ونسيت تطفي الضو. لازم قبل ما اروح لعند اهلها اطلع البيت ودقت. اكيد الخطة فشلت. لا ما فشلت، قرب نار الغيرة. معناتها الخطة نجحت، بس أنا ما حبيت تترك البيت مشان ما حدا يعرف. يا الله يا معين. مساء الخير. أهلين جميل، كيف كانت سهرتك اليوم؟ حلوة حلوة كتير. يا الله يحلي أيامك، بس ما طولت حبيبي. جميل شو صار لك؟ عم بسألك ليش ما طولت؟ ما عجبتك السهرة ما هي؟ ما أجوا رفقاتك؟ شبك جميل؟ شبك حبيبي الاصفر لونه؟ عود تقبرني تعا، لو فيني بحملك بحملك. عود حبيبي على الكنبة هاي لجيب لك مي. عود تقبرني. حبيبي يا جميل خد حبيبي اشرب يلا. صحتين وهنا، إذا تعبان بطلب لك الدكتور زياد. لا ما بدي الدكتور بطيخ. لكن حبيبي شبك من شو تعبان؟ لك أنتِ مالك مزعوجة من شي؟ لا أبداً أبداً أبداً. ليش لأنزعج؟ الأولاد ناموا بكير وما عذبوني. أنا ما عم بحكي عن الأولاد. لكن عن مين عم تحكي؟ هاي الغنية ليش حطيتيها لكان؟ ما بعرف، شفت شريط قدامي قمت حطيته. إذا مضايقتك بغيرها. لا بالعكس، أنا بحبها كتير هاي الغنية تبع الغيرة، بموت فيها. إيه ما قلت لي جميل شو قالوا لك رفقاتك لما شافوك بهالشياكة كلها؟ غاروا مني. لسه ما شافوا شي. انا اليوم شفت لك طقم بياخد العقل، الشهر الجاي باخذ لك اياه مشان يغاروا على المزبوط ويطقوه. الفنجانين مجليين، معقوله تكون جنتون وما انتبهت للحمره؟ مو معقوله. طيب لنفرض انه ما انتبهت للحمره، بس مجرد وجود فنجانين قهوه لازم خلوها تشك فيه وانه في عندي حدا. عم تحكي معي جميل؟ انا كان في فنجانين قهوه وكاسه مي على الطاوله بالمطبخ، شفتيهم شي؟ ايه جليتهم. ليه عم تسال عنه؟ لا ما في شي. وين الدفتر؟ الدفتر اللي كان هون شفتي شي؟ ايه شفته. قريتي شي؟ وليش بدي اقرا دفتر لسليم؟ شو بده يكون في اسرار ما حلو لساته صغير. وين حطيتي؟ بشنطايته لسليم. فايت شق على الولاد انا. شفتك شفتك. تعا سليمو تعا حبيبي لالك. انت هذا الدفتر قريته شي؟ انو دفتر؟ هاد. إذا أنا دفاتر ما عم بقرأ فيهم حتى أقرأ دفترك. نام نام نام. خليك طبيعي يا جميل، خليك طبيعي. خفي بعتلك حمش ودبي. أحسن إيها خفيت أكثر. خفي. أهلين جميل. أهلين. منيح. الحمد لله. إذا بتضلي هيك رح تفوتيني مستشفى. المجانين. بسم الله الرحمن الرحيم. من هدول المجانين؟ شو قلت؟ ما حدا عم حاكي حالي أنا. مجانين مجانين. لا اتركي أنا لحالي بشلع. خلص مجانين مجانين. مجانين.
ما حلوة جميل؟ حلوة حلوة بس بتطير العقل، بتلبق لي ما هيك؟ هيك تعرف من أول ما شفتها حطيت عيني عليها، ما حقق غير 1500 ورقة. عالذمة مو رخيصة؟ منين جبتي حقها؟ مو أنت عطيتني 1000 ورقة قبل ما أنزل على السوق ولا نسيت؟ أنا أعطيتك 1000 ورقة، الـ500 الثانية منين جبتيها؟ على أساس ما معك مصاري؟ اتدينتها من رفيقتي وأول شهر برجع ليها. لك أنا ما فهمتك، ما تديني من حدا؟ رفيقتي مو حدا. لك ما في خواص، ما في خواص، انقفلي بقى، رح تتديني لو بعطيكي فوق راتبك قدو. هلا رح تعملي خناقة مشان شقفة كنزة؟ ما بيكفي تعركتك تروح وين ما بدك، ما بسألك مع مين ولا لوين؟ اثنين ثلاث. حبيبي بينتك تعبان كتير، اعمل لك ليمون. في عيلة بالعالم بتنام هيك؟ قوم بابا طارق، قوم يلا، تأخرت على المدرسة، قوم يلا بابا. صباح الخير. كم مرة فهمتك لهنيك تتاوى لهنيك؟ قوم بابا يلا حبيبي يلا يلا بسرعة، غسل وشك والبيس يلا يلا بي. سليم سلومة سلملم. لك سليم قوم بابا قوم، الله يبقى عليك، قوم لوصلك على المدرسة بسيارتي. عم تحكي جد؟ ليش في مزح بيناتنا نحن؟ معك حق. بعرف انا انك انت ما بتحب تروح بأوتوكار المدرسه لانه زحمه بحطوكم فوق بعضكم مثل الطرابيز المكدوس، مشان هيك اعتبارا من اليوم انا قررت وصلك بشواربي على المدرسه، كل يوم بدي وصلك بسيارتي. لك شايفك رجعت نما؟ ماما تقول بدك توصلنا بسيارتك. ايه مو لتقوم من فرشتك بالاول؟ طالما رح توصلنا بسيارتك خلينا شوي من اللحم. لك قوم لقلك، عاوزك شوي هلا. ماي فاضي هلا، بس افضل بعد بشوف بدك. لك قوم لقلك. لك ولا للديب؟ خس الديب. لك الله حيي شواربك انت، بدي منك خدمه الله يرضى عليك. اذا كنت قريت شو مكتوب بالدفتر لا تجيب سيري لامك. أنا دفتر؟ لك الدفتر اللي كان بشنطتك وقت قفلتني بالليل وانا عم باخده. مع الشغله فيها سر. لك لا فيها سر ولا شيء، بس يعني برقدا لا سمح الله عيطت عليك امك وقالت لك ليش تاركه فوق المسجله، لا تحرون وتجاوب الا خلص ما عاد عيدها مره ثانيه. ايه بابا قوم الله يرضى عليك يلا. يعني فيها ان؟ لك ما فيها ان، ما فيها ان ولا شيء. وقلك مني بدال 5 10 ورقات. الله يعلم شو في ورا هالعشرة. قوم بابا قوم بابا الله يرضى عليك قوم، اعتزناك مره بهالزمان راح تهدنا. قوم سيك دبر حالك فردي وحدي، ما في الثاني هلا، امشي يلا بابا يلا يلا غسل يلا حبيبي يلا. الساعة 7:30 وما رنيت، ما عاد بدي تصليحات ولا جميل لازم يجيب لي ساعة جديدة. أكيد هم تأخروا. جميل أكيد راح الأوتوكار أكيد. يلا بابا خفوها. شفت؟ كم مرة قلت لها غير الساعة ما بترد. يلا ماما. لا تخافي بوصلهم أنا بسيارتي. أنت؟ إيه أنا. ما على أساس ما بدك تعودهم هالعادة. مزبوط، بس شاءت الصدفة اليوم إنه يكون في عندي موعد جنب المدرسة تبعهم، والموعد هذا قلت بنفس الوقت بقضي شغلي وبوصلهم. يكتر خيرك سلف، لروح كمل نومتي، رح تتأخر سيارتي لأنه اليوم. لك ما سألتني مع مين الموعد. يلا ودا. شبك دقرت؟ وين عشا اللي وعدت فيها؟ ما بتنسى شغلي شريف، هي 10 الك وهي 10 الك بابا. يسلموا. انا شايف انه بكره رح انسى دفترين فوق المسجله. ليش بابا؟ عشان بدل ما يعطيني 10 يعطيني 20، مو بس يوصلني بسيارته ويرجعنا كمان. لك شو دخل دفاترك والمصاري بالتوصيله؟ ما بعرف، سالت حالي هالسؤال مليون مره ما لقيت له جواب، بس اكيد في إنا. امشي ولا اركيلي امشي. وين الدفتر؟
حطوه؟ أكيد أكيد أخده معه عالبيت. آخ لو أعرف شو فيه اليوم. إذا جابه معه بدي أعمل المستحيل لأعرف شو مكتوب فيه. شو عم تعملي هون؟ ليش عم تنكل شي بالدروجة؟ عم ألملم الأشياء وأضبضبها أستاذ. إيه ضبضبلي حالك وطلعي برات المكتب وساوي لي قهوة. حاضر أستاذ. ما كان ناقصني إلا شمبانزي أنا بالمديرية. أكيد ما رح استفيد شيء من الدفتر. كل الخطط اللي جربتها ما مشي حال. يلا سيدي جرب لنا خطة جديدة. ايه هي. Good morning يا جميل. تفضلي. شكرا. عفوا. وين رايح؟ بدي اروح فوت له القهوة للمدير. حط القهوة هون، أنا فوت له إياها. أنا آسف. ليش بقى؟ ليش ما دريتي؟ لا ما دريت دريني. المدير أصدر قرار رسمي بأنه فوت له القهوة بنفسي أنا وما أسمح لأي مخلوق بالدنيا يفوت له إياها غيري. Especially you. If you don't believe me, you can ask him. نعم؟ عم تحكي إنجليزي؟ والله وصار للدبانة دكانة وصارت تسكر على بكير. حطها هون. هو هيك قال لها؟ ايه هو هيك قال لي، وإذا ما لك مصدقتيني ليك واسألي. ايه بتوفر أنت وياه. أصلاً أنا كنت بدي ريحك. شو عليه؟ تفضل أستاذ. يسلم. طيب منين بجيب الأفكار؟ بتعرف لك درويش؟ قلبي حاسسني إنه الله راح يفرج علي. معلوم أستاذ معلوم، لأنك بتجيب بارك على الدرويش كنت ما بخاطره وهيك ما بخاطره وبتعطيله مصاري كمان. خالص مشي مسيك. هي 25 ورقة، هي رعبون الحلوان ها مو الحلوان كله. رعبون عليك كل شيء مليون يا رب، الله يخلينا. تشتشني. الله يشفى بخاطرك يا رب، الله يشفى بخاطرك، كل ما بتشفى بخاطري يا رب. واقف عندك. خير أهلي أموري شو بدك؟ إيه فنجان القهوة من هون. ليش وين بدك أحط لك إياه؟ خده، ما بدي أدو لقه. ليش ما عجبك؟ الله وكيلك البنات تازوا طحنيهم. عم قلك ما بدي اتكورته. ايه على كيفك. امولا ايه الاسباب امولا. وقف عندك. خير فنجان القهوة واخدناه، شو بتريدي غيره؟ دودة؟ يا روح الدودة انتي. انت يو دونت لاف مي. شلون يو دونت لاف يو؟ لك انا بموت على الارض اللي بتمشي عليها، انا بموت على دبديبك يا ملمعة انتي يا مقمعة. لك على اذا هيك قلي الاستاذ جميل شو عم يعمل جوا. وأنا شو بيعرفني؟ أنت أدرى؟ بعرف إنه أنا أدرى، قصدي يعني عم يقرأ ولا عم يكتب؟ لا عم يقرأ. فاتح الدفتر وعم يقرأ؟ يمكن. اتذكر منيح. إيه مضبوط مضبوط، كان قدامه دفتر وعم يقرأ منه. عظيم. حط فنجان القهوة هون. وين حطيت فنجان القهوة؟ ليش لساتك واقف مثل غيمة شباط؟ بستنى بركي غيرتي رأيك مشان آخذ الفنجان. حاكم على قلقاتك صار يجو ستين بخرج بيها اليومين كل دقيقة بشكل. لا ما حغير رأيي، رح أشربه ولما بيخلص بناديك مشان تاخذ الفنجان الفاضي. أوكي؟ أوكي. إيه أضوي. إيش أضوي؟ عظيم، يعني الدفتر جوا. بس هلا شلون بدك تقريه يا أمال؟ شلون شلون شلون؟ لقيتها. نعم. تفضل استاذ. شو هاد؟ هذا القرار اللي امرت فيه حضرتك امبارح طلع ناقص. احكي من هنيك احكي من هنيك، شو ناقص؟ استاذ ناقص تحدد الجهات يلي بدي ارسل لها نسخ. هاتي لشو؟ من محلك هاتي. استاذ؟ نعم. بتريد شو صاير بالمديرية؟ شو صاير؟ عم بيقولوا المدير العام هون. هون؟ شلون ما اجى لعندي؟ عم بيقولوا جاي كبسة. كبسة؟ وينه هو هلا؟ ما بعرف، قال متنكر. متنكر؟
هلا وين هو؟ عم بيجول بغرف الموظفين. عم يجول ومتنكر. بسيطة. مسكي. هاتي. أنا بقفه. راجع ما؟ شلونك استاذنا؟ الحمد لله. كيف رضاك علينا؟ ان شاء الله تمام؟ ان شاء الله الحمد لله. ان شاء الله مسرور يعني. الحمد لله. ليش ما شرفتني على المكتب يا استاذ؟ معقول هالحركات تعملها؟ الله يساعد. خلص ايمون. ايمدك وعيدك، ايمدك احترم نفسك. لا عفوا انا ما عم بمزح سياده المدير العام بس يعني شيء. ارجع لورا. ايمدك ها؟ ايه مشي. ايوه. اصحاب. حريت روح. يعطيكم العافية. أهلين أستاذ. يا ميت أهلا وسهلا. شو الزيارة السعيدة هي؟ الحمد لله الحمد لله. نحن كثير مبسوطين بزيارتك. الحمد لله. أنت إنسان عظيم. شكرا. أنت رمثال القدوة. كيف الشغل؟ الشغل ماشي أدق من الساعة، هذا كله بفضل توجيهاتكم السديدة وآرائكم الرشيدة، أنتم مدير عبقري، أنتم مدير فذ. ما حدا يفذ من محله، عادي هلا عندنا شغل. أهلا أستاذ، أهلا 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 أستاذ كيف؟ الحمد لله. أهلين أهلا أهلا وسهلا. تفضلي مدام سهلا. وين معاملتها؟ تفضل. نحن منتابع ميدانياً معاملات المواطنين. بسيطة. أهلاً. بترجع بعد خمس دقائق بتأخذها من عند مدام سامية خالصة إن شاء الله. ومن أي مدام سامية؟ مدام سامية هون بترجع لعندنا. مالي طالع من هون لتخلص معاملتي. لا لو سمحت، نحن بالنسبة لنا ممنوع المراجعين يقعدوا مع الموظفات. ومين طلع هالقرار؟ المدير. المدير؟ إيه نعم. يكبه ويشرب ميته. مالي طالع من هون لتخلص المعاملة. أتقن أسنانه طبي أنا. إيه طبي هذا. يعني تعملوا علي أنا أبوه هاي الحركات. لا طبي. مسيك. أهلا وسهلا. سبعت. إيه طبعا. أهلا وسهلا. أهلا. أهلا وسهلا. تعال معي تعال. أستاذ ليش ضربته؟ بتعرفي منو هاد؟ طبعا بعرفه، هذا واحد معتر له عنا معامله صار له 3 شهور. متاكده انت؟ طبعا متاكده. يعني مو هو؟ مين هو؟ ولا متنكر؟ نعم. بعدوني شوي. لا تخاف تعال. لا تخاف. انفوخ حنكك. لا تواخذني. غريبة، ليش باسني بقى؟ صباح الخير استاذ. فات حدا متنكر على الغرفة شيل عنكم. شلون يعني متنكر؟ يعني مبينة يا له دقن عيرة، يا شوارب تلزيق، يا موقع عليه الأواعي توقيع، يعني مو أساسيات الأواعي، يعني هيك شيء لبسه غريب يعني. لا لا ما فات حدا بهالأوصاف. بس شوفوا الله يرضى عليكم بتنتبهوا، لانه سياده المدير العام عم يعمل جوله تفتيشيه، وطبعا ممكن يجي متنكر، لذلك نتورى شتورى مع المراجعين ما بدي. ادف معاملات لبكره لبعد بكره لبعد شهر لبعد ثلاث جمع ما بدي. طلع برات الدائره قبل نهايه الدوام ما بدي. مفهوم؟ مفهوم استاذ، بس انا كنت اطلب منك اذن ساعتين يعني قبل نهايه الدوام، بدي اروح اطبخ لجوزي امبارح. يعني جوزي جاب لي ملفوف على الغداء وطلب مني لف له اياه واطبخ له اياه اليوم. بس كان بامكانك انك تلفيه وتطبخيه امبارح وتسخني له اياه اليوم على الغداء. يا ريت يا استاذ، بيرضى جوزي، لو بيرضى كانت كل مشاكلي انحلت، بس هو ما بياكل الا طازه. فهمت عليكي. ماشي. شوفي انا في امكانيه اني ابعتك تطبخي له الملفوف لجوزك تازه، بس المشكله انه المدير العام عم يعمل جوله ملفوفيه، جوله تفتيشيه بالدائره متنكرا، وما بصير يجي ما يلاقيكم مكاتبكم. اذا تاكدتوا انه سياده المدير العام المتنكر طلع من المديريه بامكانك تامني الملفوف لجوزك. شكرا كثير استاذ، يعني انت فعلا نصير للمراه العامله، متفهم لمشاكلها. يعني انا كل حياتي بقول انه الحمل شخص قلبه كبير كثير، بس كيف اجتمع الحمل والجوزاء والله يا استاذ ما بعرف. لا بسيطة. انتي شو جوزك ما عاد تقابل مع حدا تاني ولا بطلتي تلاحقيه ولا بدك تروحي اليوم كمان؟ لا استاذ، اليوم جوزي اخذ اجازة وقاعد بالبيت.
لا يا مدام نادية، أنت ما بصير تضلي على نياتك. أنا متأكد أنه زوجك مستغل غيابك بالدوام وأنه البيت فاضي ووعد عنده بالبيت. مزبوط، عم تحكي صح. وأنا أقول يا بنتي يا نادية، لشو هالإجازة المفاجئة؟ إلا أنه مريض ولا عنده شغل مهم. أستاذ بترجاك بدي روح على البيت استفقد الوضع ساعة واحدة. ساعة واحدة إجازة بروح وبرجع بسرعة. إيه ما في مانع، بس ننتظر السيد المدير العام المتنكر يغادر المديرية، بس نتأكد بتروحي. مو بس لازم تروحي، ضروري تروحي تلاحقي تنغسيله عيشته تغاري عليه تتابعيه. يعطيك العافية. شكرا. الله يعافيك. عفوا يا أخ، تفضل شوي لعندي. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا. مرحبا. فتنوا والله هيك شوي فتنوا. برا روحوا عمي روحوا، الله معكم. كنت يا حنين وشريني. يعطيكم العافية. أهلين أستاذ. عم نقول يعطيكم العافية أستاذ سالم. الله يعافيك أستاذ يا حميد. أهلين وسهلين. وين ساريح؟ وردة قالت لي ثبت رقبتي. الدكتور قال لي ثبت رقبتي لأنه أستاذ براغي رقبتي شوي محلحلين، وقال لي خليهم باتجاه واحد، لا تحرك لا يمين ولا شمال. ومين هالدكتور العبقري اللي وصف لك هالوصفة؟ ليش أستاذ بدك تثبت رقبتك؟ لا لا، أنا براغي رقبتي ثابتة، رقبتي كلها ثابتة. أستاذ تفضل تفضل، ارتاح لي شوي. لا معلش ارتاحوا أنتم. معلش شلونكم مع بعضكم؟ أستاذ سمني على عسل. أنا سوالتي عم يضايقك شيء الأستاذ سالم؟ إيه أوقيت. شو رأيك يعني ننقلك يا؟ لا دخيلك أستاذ، كل شيء إلا تنقلني. أنا مثل السمكة إذا بتطالعني من المي بموت ببلعي. لك أنت منين بتجيب هالتعابير هي؟ أستاذ أنت لو بتقعد محلي هون بالمكتب تلاقي حالك عم تترغل، كلام حلو لحاله يطلع منك. فكرة معقولة، بلكي بينطلق لساني بقى وبصير أقدر غازل النسوان قدام مرتي وبتصير تغار علي. يا لا معقول أنا غازل موظفة عندي؟ لا أستاذ نور المكتب. أستاذ شكرا شكرا لك، بس بحب نبهكم أنه السيد المدير العام عم يعمل جولة تفقدية بالمديرية، لذلك ما بدي حدا يطلع من مكتبه. اطمن أستاذ نحن منعجبك. مزبوط، بس السيد المدير العام عم يعمل الجولة متنكر، يعني لهلا ما عرفنا مين هو وشو لابس وكيف شكله، يعني ممكن يكون أي مراجع هو المدير العام، مشان هيك بدي اياكم تعملوا لي كل المراجعين على أنهم هن المدير العام، مفهوم؟ تكرم عينك. لا تورطونا. خرب بيتك شو فسادة. لكن أنا قلت لك تثبت رقبتك. مو أنت قلتيلي لا تفتح تمك ولا ترقص حواجبك ولا تدبل عيونك، سويت مثل ما بدك، ثبتت لرقبتي. هلا هي هي القصة يلي كان عم يتكتم عليها كل هالوقت وعم يخليني أقرب منها. بس قصة حلوة. من أمتى المدير بيكتب قصص؟ أكيد أكيد من عدم رفيقه وسيم. ما معقول يكون الأستاذ جميل هو اللي مؤلف القصة. أكيد أكيد رفيقه هو اللي مؤلفها والمدير ناقلة منه. بس ليش؟ هون السر. استريح. عبلته سيدي؟ لا يبدو أنه متنكر بشكل متقن. مسكي شوي هاتي. إلا ما أقفلوه. شلون بيتنكر يعني؟ أنا أبوه أنا. ألو؟ أهلين أهلين أنيسة رشا. إيه كيفك؟ إيه مين بده يحكي معي؟ لا شو هالحكي؟ متأكدة؟ المدير العام شخصيا؟ لا 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 ما في شيء. ليش وينه هو؟ مكتبه؟ ما طلع اليوم منه؟ لا عفوا مو تفقد بس لا لا ما في شيء الحمد لله الحمد. ايه طيب يلا. الو احترامي. ايه وبعدين بقى من اول ما فتي وانت زعلانه وحاطه الحزن بالجن وصفناني شبك مها؟ الدكتوره قالت لك شيء بزعل؟ بالعكس
قالت لي كل شيء عندي طبيعي وممكن احمل، بس المشكله مشكله وقت. اسمعي مني، لك انا ولا تضيعي وقتك، خليني اخذك لعند الشيخ مبروك بيطيبك بسرعه، ايده مبروكه. انا الله يخليك لا تزيدي علي. خير شو بهيك؟ زعلانه منعي. شو السبب؟ ما بتعرفي شو السبب؟ انا لو بعرف ما سالتك. يا ستي امبارح اجت لعندي بنت خالتي من بانياس، بدها تقعد عندي كام يوم، وانا كل خمس سنين لاشوفها مره. الله وكيلك لسه ما فاتت من الباب. قعد نعيم يحكي معها حكي حلو، شي غزل شي مجامله. نيالي كملي. شو كمل؟ المخلوقة تحملته كرمالي ربع ساعة وبعدين طفح الكيل، حملت شنطتها وراحت على الأوتيل، قالت لي ما عاد بدي إياكي وما بدي أنزل عندك. بسيطة، هلا أنا وياكي بننزل لعندها وبنقنعها إنه ترجع على البيت وبنفهمها شو عادة نعيم. إيه لك؟ ما رح ترضى طالما نعيم بالبيت. لا تخافي، أنا بحكي معها. لنفرض رضيت ورجعت لعندي على البيت، بتضل المشكلة قائمة. أنا مشكلة؟ نعيم. شو بو؟ لك ما قلت لك متقاتلين؟ يعني ما عم تصبحوا على بعض؟ أكثر. يعني ما عم تحكوا مع بعض؟ أكثر بكثير. أي شو في أكثر من هيك؟ هددته لنعيم، إذا بده يضل يطق حنك مع النسوان بدي أترك البيت وأمشي. وهو شو قال لي؟ قال لي أنا بحاول مع لساني، بس ما بيطلع معي، لساني بيطلع معه الحكي بدون ما أحس، وراح جاب المقص وقال لي قصي. شو هذا؟ لسانه. إيه وصيتي؟ لك أنا شو قصتك أنت تانية؟ إيه عم أمزح معك، كملي شو؟ قال لي انت تجوزتيني وبتعرفيني بحب المجامله والغسل، بدك تتحمليني بدك ما بدك، الباب بفوت جمل يا جميل. تبادليني؟ بشو بدي بادله؟ باخذ جوزك بعطيكي جوزي، ولا قلي انا ما بدي بادله. صحيح انا متضايقه من جميل لانه بيخجل وما بيقدر يحكي كلمتين حلوين مع النسوان، بس ما في منه، اما جوزك كثير بيزيدها معك حتى تضايقي منه. بس نعيم جوزي قلبه طيب كثير. شو شايفتك عم تدافعي عنه؟ وليش لحتى ما دافع عنه؟ ما له جوزي؟ إذا بتعرفي إنه قلبه طيب وبيحبك معناتها لازم تستحملي وتضلي جنبه. صحيح، بس ما كان لازم يقلي الباب بفوت جمال. إيه كمليها مثل ما قالك ياها، هو قالك الباب بفوت جمال يا جميل، تفرق كتير. مها المهم هلأ شلون بدي صالحه؟ إيه ما بدي شلون، المرة بدها حدا يعلمها شلون تصالح جوزها. بس أنا ما بدي حط له ياها واطية، بيصير على الطالعة وعلى النازلة بيقلي الباب بفوت جمال. يا جميل هي ما بتنسيها بالمرة. هنا شو رأيك تجي أنت وجوزك تصالحونا؟ إذا اجت الصلحة من طرف ثالث بيكون أحسن، بيضل كل واحد محتفظ بكرامته. إيه لا حبيبتي، شوفي غيري، إذا قرايبتك ما قدرت تتحمله بدك ياني أنا أتحمله، بعدين أنا جربت القعدة معه، ما قدرت أتحمله، بيزيدها كتير جوزك، ما قدرت أنا. هيك يا هنا. طيب خلاص، أمري لله، رح إيجي اليوم أنا وجوزي جميل لعنكم ونحاول نصالحكم، بس أوعى جوزك يتخنا، لأنه إذا تخنا وقت الباب يطالع جمال. يا جميل. شو سمار؟ شو صار معك امبارح؟ لحقتي الأولاد؟ لحقتهم، وصلت أنا وياهم سوا. وجارتك شو صار معها؟ طلعت الخبرية صحيحة، شافت جوزي قاعد مع وحدة تانية. وشو عملي؟ تركت البيت وراحت. ايه برافو عليها، هيك رجال ما لازم الوحدة تتم عنده ولا دقيقة وحدة. لك تزعل تنضرب عقلبة، بس ليش لا تترك البيت؟ لك أنا شو بدي ساوي بولادي؟ طيب سمر ليش ما بتعطيهم مفتاح البيت؟ وقت بيطلعوا من المدرسة بيفتحوا بفوتوا لوحدهم مثل أطفال المفاتيح. ما فيني حبيبتي، لساتهم صغار، بعدين بخاف أتركهم بالبيت لحالهم. طيب واليوم شو حتساوي؟ امي رح تجي لعندي، هي رح تستقبله. معناتها محلوله، خلي امك عندك على طول. ما بتقدر، ما فينا تفارق ابي، بعدين جوزي بيتزاول منا. شو صارت الساعه 9:30 والست نجاح لهلا ما شرفت؟ ايه الله يساعد الثانيه، جوزي عم بيقهرن فيها مشان يخليها تترك الوظيفه. اي تتركها دخيلك، على ايش متعرفش فيها؟ على هال 3000 ليره ما بيجيبوا تنكه زيت. ان شاء الله تجي قبل ما يتصل المدير. لك اخر كوب اهدى، لك حاولتني التويت رقبتي لسه رايح جاي. وينها؟ هون انا هون. طمني صمام الامان انفجر. شايفني عم برقص وغني شي؟ لا. انت فايت على المديريه، شفت اعلام وسينات ولمبات شاعله شي؟ لا. قطعوا البث التلفزيوني وحطوا خبر انفجار صمام الامان عن مرتي شي؟ لا. سكروا المعامل وطلعوا الاولاد على الشوارع مظاهره يقولوا شكوا شكوا شي؟ لك اخي لا. قطعوا الكهرباء على البيوت وزينوا فيها كل الطرقات شي؟ لا. قطعوا المي على البيوت وحطوها بالنوافير شي؟ لا لا. ايه معناتها ما انفجر، ما انفجر. يعني اذا انفجر كل هذا الشيء شو بده يصير؟ لك اذا انفجر ريح 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 ريحت انا. لك اذا انفجر لا اعمل عمايل ما اعمل عندك. هذا شو؟ طمني ووصف لي شلون كانت ردة فعلها على خطة الفنجين. آخ يا وسيم آخ. سلامتك من آخ. أحسها بقلبي قبل قلبك. هلا عم تغني أنت؟ آخ لو أعرف شو كانت ردة فعلها على الحمرة اللي حطيتها على الفنجان والكاسة آخ.
لك مين اللي بده يعني؟ ما بعرف انا. ريح ريح، ما بعرف انا يعني بعرف. لك ما بعرف منو ما بعرف. شلون ما بتعرف؟ هلا ما سالتك مين الست اللي شربت عندك قهوه؟ يا رجل ما جابت لي سيره منو. مو معقول ليكون ما شافت الفناجين. ما بيصير، لاني رجعت لقيت الفناجين مغسولين ومحطوطين محلهم. ولك جميل، ليكون ما انتبهت للحمره منيح. مستحيل، لاني حطيت الفناجين ناحيه الحمره بشكل الدشاش اول ما بفوت بشوفه. غريب، معناتها ما له غير تفسير واحد. شو هو؟ اكيد مرتك مو هي اللي جلت الفناجين، لانه مو معقول. لك في مره بالعالم بتشوف حمره شفايف على فنجان قهوه وما بتسال مين اللي شربه؟ مين كان عندها؟ شلون اجت الحمره على الفنجان؟ ما بدنا نعرف. لك وينك انت لو وقت يعني هو ريح. انا مريح. وانا بريح. يا اما اجت لعند رفيقتها قالت لها رفيقتها فوتي على هالمطبخ سوي لنا فنجانين قهوه، لقيت الفناجين وسخه جلته. بجوز هذا الاحتمال واردة. يا اما ولد من اولادك حب يلعب بالمي قام فات وجلاه. شلون؟ بدلون. هذا الاحتمال اقوى، لانه عندي انا ابني ارجيله له مرق بالجلي طالع لابوه. ياه. لك يا جميل اسمع مني، بطل لي الحركات، هيك وضعك مع مرتك احسن لك، اريح لك من النقير والنقاره. لا ما راح بطل الحركات لينفجر الصمام، يا انا يا هو. اتمحي، انا هلا رايح عندي موعد بالتلفزيون. ما بدي وصيك. بشو؟ لا تنطمطو. شو ها؟ المسلسل مثل ما عم نعمل. لا لا تعي لهو تعي. شو هاد اللي صار؟ أنا فايتة، هو طالع. روحي بعتي لي درويش. روحي. ليش استاذ؟ عاوزه بشغلة خاصة. يا ترى شو هي؟ شو هاد؟ هذا اللي ناقصني. هو فايت انا طالع. درويش. شو بدي؟ انا قررت اتجوزك. صحيح؟ صحيح، بشرط تطلق نسوانك لثلاثة. لثلاثة؟ كثير. بطلق لك ام فكري عم تسمعني عدمني اياها. فكر درويش، شو بده منك المدير؟ ما بعرف، انت جاهل عندي، انت ادرى. يعني ما بتعرف؟ هلا بروح لعنده بشوف شو بده. تعا حبيبي لا تعا تعا، روح لعنده وشوف شو بده، انا عم بستناك. مسك درويش، هي 100 ليره بتشوف قديش حقه وبتخلي الباقي لك. لك الله يديمك فوق. لك الله يديمك فوق راسنا ويشفى بخاطر، حتموت ويشفى بخاطري. الله يطلق على اعدائك يا رب. هلا المهم بتروح وبترجع بتسيخ النار. يلا خذي. بدي اقول لك انت بدك تقدمه مفاجأة يا المدام. مو هي نعم مفاجأة. شو اسمه؟ خلي الشوفير ياخذني ويجيبني. صرت بيك هلا، ماشي الحال، خليه ياخذك ويجيبك. يلا خابا. شو بدك لونه؟ شو بدي لونه يعني؟ شو جيبه احمر. احمر؟ ايه بس الاحمر الوان استاذ. شلون يعني؟ يعني في منه الزاهي والباهي والفاكهه، هذول بحطوا منه الله يتلطف فينا يا رب. ايه ايه جيب لي من هذا اللي بحطوا منه الله يتلطف فينا يا رب فاكهه. جيب لي فاكهه. لا لك ايه فاكهه مثل ما بتقول. بده ينفجر يعني بده ينفجر. العمى شو حوبي انا؟ ما كنت اتعلم انه لازم اربط الحمار مطرح ما بيجي صاحبه. انا حمار حمار. درويش جيبوا فاقع، جيبوا فاقع. شو هذا اللي لونه فاقع وبحطوه هدول اللي الله يتلطف فينا؟ لازم أعرف. معه حق ما يحكي، حدا بيعطي حدا بهالأيام 10 ليرات؟ هلأ لما يرجع بدي أعطيه 100 ليرة. لوين راح؟ تأخر. مو الحق عليه، الحق عليه اللي بعد درويش. درويش بيتأمن فيه هذا. يعني سي أمل ما رجع درويش؟ لا أستاذ. شو رح يجيبه من هلا؟ شو هاد أستاذ؟ لا ما في شي، عم بحكي مع حالي.
انا فايت لعند حضرتك المدير. درويش لحظه، لا تؤاخذني، كنت بدي اعطيك هي ان طلعت العشر ليرات بالغلط. حطي وحده ثانيه. شو بتقليش جبت لها للمدير؟ لا. لك على ليش بدي احط وحده ثانيه؟ مشان ما اقول. شلون بدي اعطيك مصاري اذا ما بدك تقول؟ مو بكيفك بدك تعطيني. اذا مو بكيفي لك عم بكيف مين؟ بكيفي انا. نعم نعم نعم. ايه بكيفي انا، لانك اذا ما اعطيتيني رح اقول. ايه ما رح اعطيك ولا فرنك، وانا هذا اللي بدي اياه. بس ماي رح اقول اليك. لك على مين؟ رح اقول للمدير. للمدير؟ ايه. شو رح تقول له؟ رح اقول له سكرتيرتك الحسناء قصدي الفضولية دفعت لي 100 ليرة مشان تعرف شو جبت لها، يعني حضرتها عم تتجسس عليك بدل ما تكون أمينة سرك، وأنت وحظك يا أما بتضلي سكرتيرته يا أما باي باي لندن. لا دودة، أنت طيب وما بتعملها. طيب صحيح وما بعملها يمكن، بس معتر ومندوف أكيد. طيب أنا رح ساعدك وعطيك مية تانية. على كلين إذا بتبدلي الزرقة بطربوش بحكي. شو بدك تحكي؟ بقلك يلي بدك تعرفي. وشو بيضمن لي إذا عطيتك الطربوش ما تفوت تقله للمدير سكرتيرتك عطتني 500 ليرة مشان إلا أخبارك؟ ولو أمل، شو ما في ثقة؟ لا في. وهي 500 ليرة احطيها بالقميص. أول احكي. وشو بيضمن لي انه بعد ما احكي تبطلي تعطيني اياها؟ ولو سيد درويش، ايش ما في ثقه. حلوه يا سيد درويش، على فكره انا بحب الموسيقى كثير. الحلوه يا قامه. شو جبت لها للمدير؟ ميل حمراء احمر فاقع. ولشو بده اياه؟ ما بعرف. اذا ما بتعرف ما بتاخذ. صدقيني انسى امل ما بعرف، ولو كنت بعرف كنت قلت لك يمكن بده يقدم هديه لمرته. احمر فاقع؟ افقع من هيك ما عاد يصير. تفضل. ما بدي كلوني. عفوا 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 عفوا. هذا فاقي. فاقي استاذ. من تبع اللهم عافينا. ايه استاذ. افقع شي بالسوق؟ افقع شي جيبه استاذ. عفوا استاذ. يلا روح وعجيب سيري لحدا. لا استاذ. حاضر استاذ. شوف صمام الأمام بده ينفجر ولا ما بده ينفجر. حبيبي جميل، فقع. تفضل. عبدي كلوني. عفوا عفوا عفوا. هذا فاقي. فاقي استاذ. من تبع اللهم عافينا. ايه استاذ. افقع شي بالسوق؟ افقع شي جيبه استاذ. عفوا استاذ. يلا روح وعجيب سيري لحدا. لا استاذ. حاضر استاذ. شوف صمام الأمام بده ينفجر ولا ما بده ينفجر. حبيبي جميل، فقع. مين؟ افتحوا حبيباتي. أنا مو حدا، أنا أم محمود. مبلا أنت حدا. أبطارق أبطارق. مرحبا أبطارق. أهلين أهلين وسهلين. افتح افتح. خير شو بدك؟ بدي فوت لجوا. هنا مو هون. ليه بعرف إنه هنا مو هون، لو هنا هون كانوا فتحوا لي الأولاد. طالما بتعرفي إنه هنا مو هون، شو بدك تفوتي تعملي؟ شبك جارنا؟ شو خايف مني؟
لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا أنا مهمت اللي بدي فوت لجوا. اطمن جارنا، ما راح أساوي لك شي، بدي فوت اتناول كاسة رز واطلع، صار لهم شهرين ما وزعوا لي عاشي. أنا ما بعرف وين الرز محطوط. أنا بعرف وين حاططه، بعد لي هيك. شو صار معك؟ يلا ها، عم دور أنا. خفيها شوي. تعا دور معي. أنا من الأول قلت لك ما بعرف وين أنا حاطة الرز. لك شو عم تعملي؟ لقيتي؟ لقيته، بس لقيته أنا، بس صار في رز فاضي كان. شو قال؟ يلا بطبخ لي كاسة برغل أحسن ما أطبخ رز، شو بدي ساوي؟ هلأ هاي كاسة هاي؟ شو بك جارنا؟ شو دقت عينك عليهم؟ شو بدهم يقولوا هلأ الجيران إذا شافوني طالعة بكاسة برغل بيقولوا عنكم بخلا؟ بتهمني سمعتكم أنا. كتر خيرك، الله معك. هي صحي مطولة هنا لتجي، عاوزنا بشغلة ضرورية. ما راح تجي اليوم. مسافرة؟ اي نعم مسافرة. لوين؟ عالصنمين. ايه طالما هنا مسافرة الله يكون معها، هلأ منطبخ شوية برغل منتغدى، يعني أهلية بمحلية. ما بحب البرغل. لكن انزل سناول لك كيلو رز لساوي لكم اياه. يلا. ما بحب الرز. لكن شو بدكم تتغدوا ابن عمي؟ أبو طارق، أبو طارق. طيب ماشي، هلا بعملكم لقمة ملوخية، في فروج بالفريزر، هلا بحطه بهالبروستيد وبسلقه، بتلاقي ثواني بيتنهنه بيروح نيفة. أنا ما بحب لا الملوخية ولا المنهنه ولا النيفة. مكان شو بدكم تاكلوا؟ ما بدنا ناكل شيء. بتضلوا بلا غدا؟ نطلع نتغدى برا. برا؟ بتعمل زينة العقل، ليش الطبخ والنفخ والتعب؟ وجع القلب، الغدا برا اريح واطيب واشرح، بعدين انا صار لي زمان ما اكلت بالمطاعم، اكثر من سنتين. لا يو شو سنتين، قول ثلاثه، قول اربعه، قول خمسه، لا لا سته. وينك؟ رح احط البرغلات عندي انا بالبيت وغير ثيابي واجي، ما بطول. ايه الله معك. ابلي قالت ايني بالمطعم. المطعم اليوم؟ ليش لا؟ نتغدى برا، خطة جديدة بجوز تنجح. أكيد بتنجح. يلا بابا فوتوا البسوا، بس تجي الماما منروح سوا. يلا. غيروني ابن العم. غيروني ابن الخال، قلت لي أم يا هاني أنا براسي موال لحلق. تعرف ليش البابا بده ياخدنا يغدينا بالمطعم؟ ليش عبقر زمانك؟ مشان الدفتر يلي فوق اللي مسجله. وشو علاقة دفترك بالمطعم؟ أكيد في علاقة. وشو يلي مخليك متأكد من هالعلاقة؟ ما فكرت ليش وصلنا اليوم الصبح بسيارته على المدرسة؟ وما قلت لحالك ليش عطى لكل واحد 10 بدل 5؟ صحيح ليش؟ أنت بتعرف؟ يعني نص على نص. ليش يعني نص على نص؟ ليش مو كل على كل؟ البس البس وحاجات الفصحان. وينو البوت؟ وينو؟ ليكو حدا بيلبس البوت قبل البنطلون. وخيروني ابن العم. الله يطعمكم مثل ما طعمني، رايحة على المطعم أنا. قلبي عليها الخزانة كمان. رني قد ما بدك، رني ما راح افتح. رني. معقول يكونوا سبقوني؟ شلون بيسبقوني؟ انا شو بيعرفني على انه مطعم بدي لاقي يوم؟
أنا الحق علي ضروري ألبس وأتغندر لحتى تأخرت. بعدين حتى لو تأخرت المفروض ينتظرني، ولا شاطر يعزم وبس. يلي بده يبزو ما بده يلعس. بسيطة يا أبو طارق، ما بتجي مرتك من السفر أنا بدبرك. هلا حبيبتي اجيتي بوقتك. خير شرطنا في شيء؟ أول باشتان الحمد لله على سلامتك، تاني باشتان إن شاء الله ما تكوني تعبتي من هالسفرة. سفرتي؟ ليش أنا وين كنت مسافرة؟ عالصنمين. لا أنا ما كنت مسافرة بمحل. يعني ما طلعتي جوية برات البلد؟ لا أنا جوتي كانت جوا البلد. بعدين مين قالك أنا كنت مسافرة؟ جوزك. إمتى؟ هلا من شوي. وين شفتي؟ جوا عندكم بالشقة. ليش جميل إجا من الشغل؟ إجا، كان هو والولاد جوا. بعدين شو هاد جارتنا؟ شايفتك لابسة ومتلبسة، لوين رايحة؟ رايحة أتغدى بالمطعم. إيه؟ بيطلع لك. ابقى تذكرينا. هنا هنا هنا. لا تدقي لي الباب، جوزك مو هون. هلا قبل شوي قلتي لي هو والولاد جوا. كان وراح. لوين راح؟ راح على المطعم، اخذ الاولاد يغديهم. على المطعم؟ متأكدة؟ طبعا متأكدة، هو اللي قال لي. ايه بجوز. حاكم جميل هاليومين متغيرة كل طبعه. ما زال اخذ الاولاد على المطعم، وانت حابة تروحي على المطعم، ليش ما رحتي معهم؟ هلا على الطريق بحكي لك. أنو طريق؟ ليش ما بدك تلحقيهم؟ أكيد بتعرفي جوزك بأنو مطعم بحب يتغدى. طيب خليني فوت غير ثيابي بالأول بعدين منروح. انتظريني هون لا تتحركي. فعلا ما في حدا أم محمود؟ لفوت غير ثيابي لك. سلام. منيح اللي ما تأخرتي. هذا أنت هون؟ ببالي سبقوني. لأنه دقيت الباب ما حدا فتح لي. صحيح جميل بدك يعني نتغدى برا؟ ايه، هي اقترحوا علي انه الواحد ضروري يغير جو بين الفترة والتانية مع عائلته. ايه تسلم تما اللي اقترحت عليك، قصدي اللي اقترحوا عليك. ايه ها من زمان اتغير يا رجال، طول عمري بلا خلينا نتغدى برا، بتلي ما بحب اكل المطاعم، مهلوني خمس دقايق بس. الاولاد جهزوا؟ اوضتهم عم يلبسوا. وانا لابسه وجاهزه ابن عمي ابو طارق، ما بدك تفتح لي؟ ما الله بعت لي مين يفتح لي. تفضلوا. شو بتحبوا تاكلوا؟ أنا مو فارقة معي، المهم ما أطبخ، اسأل الأولاد. شو تاكلوا بابا؟ طبخ ولا لحمة؟ إذا خلقنا من الطبخ أبو طارق، بعدين الطبخ إمتى ما كان منقدر نعمله وبيطلع أطيب بالبيت، أما الشقف والكباب والمسبحة والحمص والفراريش قد ما اعتنينا فيهم ما بيطلعوا أطيب من المطعم. أنتِ ما حدا سألك. إيه بابا، شو تاكلوا؟ أنا بدي طبخ. وأنتِ بابا؟ حيلا بابا، يلي بتطلبه أنا باكله. جميل، خليهم يجيبوا لنا صحن فريكي وصحن مشاوي مشكله وكل واحد بياكل على ذوقه. لك يسلم هالتم، أنا كنت هيك بدي أقول بس استحيت. حيا الأملة برأس الأقرع. إذا ما قمت بتكبر الشغلة وأنا ما بدي إياها تكبر. بس كمان إذا قمت معناتها أني قبلاني بحكيه. ما رح أم وخليها تكبر قد ما بدها، ما بيصير يقلي هيك. بس أخطي بيكون جوعان. إيه خليه يموت من الجوع. بقى أنت ما رح تقوم تغديني، معناها زعلانة. إيه بس والله ما حق تزعل، يعني ما كان لازم إلا الباب بفوت جمال. بس أنا قلت له يا جميل بعدها أحسن شيء قوم راضية بكلمتين وخلينا نفض هالمشكلة ونتغدى. طيب بركي قمت لراضية وما رضيت، هيك بصير موقفي ضعيف كتير. رح أتركها للمساء، وإن ما رضيت لحالة ساعتها براضية لأقوم شوف شو في أكل بالبراد وآكل، رح موت من الجوع.
جميل، قل له للجرسون يجيب لنا لحمه. ليكو شو على الفريكة مثل ما هو، هذا مين بده يدولقه؟ يدولقه؟ أنا باكله. كله؟ هلا أنت شو بدك؟ اللي بده يزيد يزيد، المهم هلا جبنا لحمة. لا تخاف جارنا، ما بيزيد شيء. إذا جاد شيء باخده معي على البيت، بقصد بناخده معنا على البيت. برني ابني محمود مثل ما بيقول بخور فكان. تيك أول، دغري بأشعر، شوفي على الطاولات بأخر. جاتنا معلش خليهم للولد الصغير انا بستنى. هلا مدام شلس. مرحبا استاذ جميل. اهلين اهلين مدام نجاح. اهلين المدام. هاي بدافع كيفك مدام؟ اهلا وسهلا. الله يخليك يا امي. عن اذنكم مسألة مسكرة إذا بتريد. هي ما رح إلا مين هي لحتى تسألني، وإذا ما سألتني ما رح أجيب لسيرة بالمرة. خليها تطق. جميل منو هاي؟ سألتني. هاي رئيسة قسم عندي بالمديرية. رئيسة قسم عندك؟ ايه شبك مستغربة؟ أنا كل رؤساء الأقسام اللي عندي معينهم نسوان وحلوين كمان. اي مو هذا قصدي. كان شو قصدي؟ وهيك إنه يوفق لك لبعيد وتفكر إني بعرفها أو متعرف عليها بشي محل تاني، ها؟ بتعرفيني أنا ما بلحق هيك شغلات. ايه حبيبي أنا بعرفك ومطمنت لك، بس ما حلو رئيسة قسم خليها تمشي. شو قصدي؟ كان المفروض تعزمها على الطاولة معنا، ما حلو بحقها. لك شو صار باللحمة؟ شو صار باللحمة؟ عم ياكلوا مهام. طيب على المقلي اللي تفضلي يا لطيف. ما أقسى قلبه هلأ بس يخلص بدي يفوت أقلي أحلى بيضتين وأكلهم. ريحة البيض بتغوى بالقلب. دايما جارنا صح. وهلا أم محمود إذا لازمك شي بطلب لك. لا تقبريني شبعت، أكلت عن جمعة أنا. صح وهنا على قلبك يا هنا. خالصين استاذ؟ ايه خالصين ايمو. اتركوا هذا صحن الفريكة اتركوا، انا عندي القطاط بيحبوا كثير الفريكة خاصة اذا كانت معمولة بلحمة موزة. تعال زق لي اياها هون. تعال ازق تيك اواي. اوان ما بدي اسوكي. اوان زق. أم محمود خدي الخبزات كمان. لا خبزات عيب سليم عيب. هدول مو إليك، هدول مني للقطاط. ايه ها إذا كان لك قطاط. والمخللات. ايه هات مخلل يبلي بيقتلوا هذا القط اللي عندي شو بيحب المخلل. هات ماما. كثير. شو لازم نقول للبابا؟ دايما صحتين. وهلا يلا بابا الله يرضى عليكم تفوتوا على اوضتكم تكتبوا وظايفكم، ما بتطلعوا لتخلصوا نهائيا، واذا احتجتوا لاي مساعده انا جاهز. رقبتي سداده ارجيلي. يلا بابا يلا. تي 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 دايما ابو طارق. صحتين وهلا ان شاء الله انبسطتي كثير. يعني ما في شيء زعجك هيك او هيك لا سمح الله؟
ابدا ما في غير ام محمود زعجتني لما قعدت تلم الاكل البقيان عن الطاوله. لك ما تذكرت نجاح منوب. اي جميل عندك موعد شي اليوم؟ بلشت تسالني عن مواعيدي. خير حبيبي الله يبسطك يا رب. في شي؟ لا بس بحب اقول لك انه انا حر بقعد مع مين ما بدي، بتغدى مع مين ما بدي، وبتعشى مع مين ما بدي، ما بيصير تتدخلي فيي، انا حر. عيب. طبعا انت حر وانا مأمني عليك، وين ما بدك تروح روح، بعرف شو عندي، بس يعني جميل عم اقول لحالي اذا ما عندك طلع اليوم بدنا نروح لعند مها. روحي انت. انو مها؟ هي اللي هيك ولا اللي هيك؟ اللي اجت زارتنا مع جوزها ما؟ هي بذاتها، قال متخانقه هي وجوزها وطلبت مني نيجي نصالحهم. جميل الله يخليك، روح معي، صعباني علي مها. ايه بروح ليش ما حتى ما روح. السعي للصلحة عمل خير، وانا بموت بعمل الخير، خصوصي مع رفقاتك الحلوين اللي شعراتهم طوال، واللي طلتهم غير طلة وهبتهم غير هبة. عم تحكي جد؟ امجد فيهم. انك رح تروح معي؟ قال فكرت انزعجت لاني عم بتغزل برفيقتها. انو ساعة من الروح؟ يعني عالساعة 9 منروح عبكير ومنرجع عبكير. ايه لا بس من هون للساعة 9 في وقت طويل، وبجوز تبطلي تروحي. يا وليش لبطل؟ يعني بجوز يجي حدا لعنا، بجوز نتخانق. اكيد رح نتخانق ويصيبنا مثلهم، صير بدنا مين يصالحنا. لا تطمن حبيبي ما رح نتخانق ابدا، نحن مو مثلهم، اصلا هن ما تخانقوا غير من صغر عقله لمها. قال شو؟ غيراني عليه لانه حكى بنت خالتها كلمتين حلوين، بشرفك مو مجنونه؟ عقله صغير. تسلمي لي انت يا عقله يلي كلك عقل، يلي بتوزع عقل على نسوان البلد كلها. إيه لكن حبيبي لكان العقل زين للبني ادم. ايه ما بكون جميل الحمصي اذا ما طيرت لك عقلك. إذا بدك ياني روح ما بروح إلا بهذا القميص، بدك تغسلي وتكوي. ليش لا أغسله؟ هون فوق. إيه ما حلو يتوسخ حبيبي، مبارا غسلته ونظفته. بلا توسخ. إيه ماشي الحال، فوت البس قميص جديد وبكرة أكيد أكيد بغسلك يا. ما بروح إلا بهاد، وهذا بدك تغسليه هلا. يعني عيني مثل ما بدك، فوت اشلح وحطه جنب الغسالة لغير تيابي بغسلك يا. بدك تغسلي القبة. معكية منيح. إلا ما تزبط هلا. فركية للأبة. أبدلي. بيني بيني هلا بدك تجربيها هلا. أنا القميص صار على الغسالة. يلا لا خلص بغسل لك يا. أنا بدي نام ساعتين، أعكن حدا يفيقني. ها جربنا للغيلة. هلا بس تصير عن جد رح يبزوا عيوني. أي جميلة مني أمر حبيبي. هنو الله يرضى عليكي بدي نام ساعتين ما حدا يزعجني. ها اي بتأمر امر، هلا بخبر الاولاد ما حدا بيفتح تمو بكلمه. شو ما صار ما حدا يفيقني بدي نام. اي بتأمر امر، في شيء ثاني؟ ناهي ناهي، اذا بيصير زلزال براكين، اذا بتطق مراره حدا من الغيره لحدا يزعجني بدي نام. حاضر. شو ما صار بدي نام. حاضر. في شيء ثاني؟ غسلي لي القميص. حاضر. من القبه. حاضر. هلا رح تقوم القيامة وما تقعد، رح يتحرك الانهدام الافريقي الاسيوي. اي صرعني بقصة القميص تبعه. ماما ماما. نعم شو بدك؟ ممكن تيجي تسمعي درس القميص؟ ماني فاضي، بدي احط ابوك بالغسالة، قصدي قميص ابوك. ماما؟ ايه. هلا بعدين بتغسلي القميص، تعي سمعي درس القميص، لأنه عندي دروس كثير، قراءة، قصة وتعبير. ماشي، يلا شرف قدامي.
مساوين مثل ما لك شايفة عم فك اللعبة ولا عم تفكها؟ بتعرف شلون مركبة مشان إذا بتزعق على تصلحها. يعني هلا ما تزعق؟ لا ما تزعق. شلون بدك تركبها لهي؟ الله لا يعطيك العافية على هالعمي خربتها. لا خربتها ولا شلب رح ارجعها مثل ما كانت. ارجعها لشو؟ هات أمي ليكو خلصني أنت الثاني. الموطن الأصلي للشعب العربي، الموطن الأصلي للشعب العربي هو شبه الجزيرة العربية التي يحدها من الشمال. هلا وقت تدرسوا. يلا أحسن خليها تدرسون لأنه إذا حبكت المقاتلة ما عاد يقدروا يدرسوا. برافو عليك حافظة، وأنت ما عم تعرف تركبها ما هيك؟ ضيقتيني خليها، عم بعرف ركبها وعين الله علي. تعرف إذا ما رجعت اللعبة مثل ما كانت بحياتك ما عاد تشوف واحدة تانية، فهمت؟ ارجع. راحت تغسله. هلا بدها تغلي القميص، لك مو بس القميص، كلها بدها تغلي غلي هلا. شو ها؟ يعني لو ما بعرف شو عندي، كنت قلت هي آثار حمرة شفايف. تقبر قلبي على الريحة. هذه خور فكاني، مدينة السحر، حيث طاف بها الجمال. طافة يعني دارة، أي حامة حولها، مو طافة مثل ما بتطوف بللية عقب تنزل عندي تصية منيح تعي. يقبر قلبي ابني محمود، هون شركته قال بيشتغل مدير إنتاج وهون ساكن، ليك الشقة شيته شفتيها؟ يقبر قلبي بيشتغل مدير إنتاج، قال ما بعرف. الله يخلي لك يا، ما قلتي لي وين كنتي الظهر؟ دقيت عليك الباب ما لقيتك. رحت تغديت بالمطعم. تغديتي بالمطعم؟ ومع مين؟ مع مين يعني؟ مع جارتنا هناء وجوزة عزموني. تعرفيني أنا ما بحب أكل المطاعم، بس شو بدي ساوي؟ أجبروني، حلفوا علي ميت يمين وميت عظيم إني أنا روح معهم. ما رضيت، حاولت اعتذر وهيك ما قدرت، جروني جر من بيتي قمت رحت. وشو أكلتي بالمطعم؟ ما دقت الأكل، قلت لك ما بحب أكل المطاعم. بعدين إني ما طلبوا شي بيتاكل وما كتير، يا دوب شبعوا الأولاد. يا لطيف شو بخلا لك، مالهم قد الحمل، ليش لحتى يغصبوا الناس ويجرجروهم من بيتهم؟ أما صحيح إنهم بخلا وما عندهم ذوق. يمينا من سيرتهم هلا، قلتي لي إجيتي لعندي، شو كان بدك مني؟ إجيت أعطيك المئة ليرة، إجت الدرس الأول لسهام. هاتيها بسرعة لأم حلقة من الدفتر. ليش أنت مسجلتيها؟ طبعا مشان ما أنساها، بعدين بتروح علي، لك ما بتعرفي لك مطرمخ هالمثل شو بيقول؟ شو بيقول؟ كل سر إذا جاوز الاثنين شاعة، وكل أمر إن لم يدون بالقرطاس والقلم ضاع. هاتي هاتي المية. تفضلي وقومي قوام شطبيها قبل ما تنسي وتسجيها علي مرة تانية. معلوم. أخبرني إجت الرزق. بدك بدك ما بدك قلبي وجه لعبة بيدك، كنك على جازي ناوة قليلي وجه وردك وجه وردك وجه وردك. نشوف هالمخلوقة شو صار فيها. أيوة ألو. بعد حمى ما أغلظه بعدين معهم هاد طولان. مرحبا مدام هنا. ولي سودا عم تتخانقي مع جوزي؟ يا سودا اذا بتتخانقي ومع تبيضي يا سودا بحكي معه على اللاسلكي بلكي ما بيلقطه بيطلع لي. تيك 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 تيك. الو. ايوه تاكسي المحبة. تاكسي المحبة والغرام والعشق والهيام. مري يا مدام. ايه تضرب ما اغلظك. شايف لهلا ما صار شي، لأيامي ما قامت. معقولة تكون ما غسلته؟ ايه معقول. لا 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 طيب معقول تكون غسلته وما انتبهت؟ معقوله
طيب معقوله تكون غسلته وانتبهت وما ساويت شيء وليه اذا هيك؟ لا معنا وقت من هون لساعه ينجلي الموقف. وقفتي دوري دوري بعت لك حمى دوري. الو الو اهلين هنا. طمنيني شو الاخبار معها؟ على حطة ايدك. طيب بسيطة ان شاء الله على خير. ما بدك تنفذي اللي اتفقنا عليه؟ ايه طمني، حكيت لجميل ووافق يجي معي. بس لا تتأخروا من شان الله، رح حابس حالي بقوة النوم. لا ما رح نتأخر، جميل هلأ نايم وأول ما يفيق بنيجي لعندك. ما بدي وصيكي، بدي القصة تفرط اليوم. قولي إن شاء الله، رح أعمل كل جهدي. هنا مشان إذا نعيم ضايقك بشي كلمتين لا تزعلي وتتركينا وتروحوا، استحملي مشان خاطري. تكرم عينك، رح أتحمله عقد ما بقدر، مثل ما بتقول أم كلثوم إنما للصبر حدود. عم انتظركم، لا تتأخروا. هيك لك يعني يا مها يا بنت الدربكة، ما خليتك ترقصي رقص، ما خليتك تعرفي من هو نعيم الحلس. عم تستنجد برفيقته، معلش تستنجد برفيقته مو مشكلة أبدا، بس بعد زيارة رفيقته بمين بدها تستنجد؟ شو هالضحكة هي؟ سمعنا أنا قبل مرة غليظة. طيب هي القميص انغسل ورح ينشر وما قامت الدنيا، امتى بدها تقوم؟ بس ينكوي قلبي اللي رح ينكوي. تعي يا حلوه تعي. لا لا اعطيني بوسه. خود السودة إلك البيضة إلي. ما بحب البيضة مسلوقة. يا أمر قلبي عم يحلم. خلي يحلم خطي، لسه بكير، خلي نايم لسه بكير. يا أمر قلبي عم يحلم خلي نايم. وبعدين مع القصة شو بدي ساوي؟ ما عم تتلحلح معناتها ما في غير، لا اكيد هي اجت تسالني بس لقتني نايم وعم بحلم قامت اجلت السؤال. ايه شو عليه اذا ما سالتني انا بسالها. بعدين سليم شو صار معه؟ ما عرفت ترجعن محلهم مثل ما فكيتهم ولا عليه العوار؟ هي لا تخيليني، هي تشوفي بعينك. شو شايفه ما اشتغلت؟ ما بيصير، لازم تشتغل. أنا متأكد إني رجعت كل قطعة لمحلها. أخ منك أخ، كان ضروري تفك قطعة قطعة مشان تعرف كيف مركبة. هي انتزعت وما عرفت شلون مركبة. يبقى حمى على هالنسوة، نسيت حط البطاريات. هي اشتغلت. إيه ماشي، هلا بتحطها فوق الخزانة وأوعى تفكها مرة تانية، فهمت؟ حاجة. إيه ماما طاري، خلصت دروسك؟ إيه ماما خلصت. لكن ساعد لي أخوك بدروسه. إذا رضي. وليش ما يرضى؟ أوقيت بيرضى درسه، أوقيت بتنح، ما بيرضى درسه بالمرة. غصبا عنه بده يرضى، أنا ماني فاضي بديك يا قميص أبوك، سليم جيب دفاترك كتبك وعجب أخوك مشان يدرسك، أوان؟ أنا كم مرة قلت لك لا تطلبي مني أكثر من طلب دفعة واحدة؟ ليش شو طلبت منك بعدي؟ ما قلتي لي ضب اللعبة حطها فوق الخزانة؟ حصل هالشي. وهلا عم تقلي لي جيب كتبك لعند أخوك لحتى يدرسك، هي صاروا طلبين، ما فيني لبي طلبين دفعة واحدة. اعتمدي يا هاد يا هاد. بدك تلبي الاثنين، اول شي بتاخد اللعبة بتحطها فوق الخزانة، تاني شي بتاخد كتبك بتقعد جنب اخوك مشان يدرسك. تاني مرة
بتنطريني لحتى لبي الطلب الاول، بعدين تطلبي مني لبي الطلب الثاني. حاجتك فلسفي وعمل مثل ما عم قلك. يا ريت ابوك مثلك تقبر قلبي. بلحق. شلون بدي شربون قهوة؟ ما في بن. البيت بحاجة إلى بن. كتر الهيلات. برازيل كله لهول. نور عيني روح قلبي حياتي حبيبي. عشان يجيب قهوة معناتها حسب غلطته. جميل يا جميل جميل صبطيت جميل. قول حبيبي ما بدنا نروح لعند الجماعة نصالحهم. غسلي لي القميص. غسلته وكويته وجايبت لك اياه مشان تلبسه. مو نطفان. شلون مو نطفان؟ لكان مو سيخ اصلا من الاول نظيف. ارجيني لشو؟ تفضل. لا لساته وسيخ. شو وسيخ؟ ايه مثل الفله. شو على كيفك؟ لساته وسيخ شو فيه منيح؟ ما في شي نظيف وعين الله عليه. لك ارجيني ليكو كله وسيخ خيم سكي. شو في القبه؟ شبه القبه؟ القبه قبه هون هون شو فيها؟ نظيفة. لا مو نظيفة مالك شايفة ها؟ في آثار بقعة هون مسكي. هلا ما في شي، كان في آثار حمراء قبل. شفتيها؟ طبعا شفتها، كانت واضحة مثل عين الشمس. خلصني جميل. معليش أنا أوعك يروح فكرك لبعيدة، أوعك تفكري إنه هي روج أو حمراء أو شغلة إلها علاقة بالنسوان لا سمح الله، أنا يعني طول. لا حبيبي لا تكمل، لا تكمل، مين اتهمك أصلا؟ أنا بعرف شو عندي تقبر قلبي. يا جميل شو صار لك حبيبي جميل؟ هلا كان بعقله شبه مين اجى لعنا؟ شكرا. شو هذا اللي عملتيه مع جميل يا أمل؟
شو عملت له؟ مو عملت له شيء. عم يحكي عنك حكي كثير حلو كثير. الله يوفقك. شو بيقول؟ بيقول عنك انك انسانه ذكيه ومثقفه وبتحبي شغلك كثير. شو بيقول كمان؟ واذا بدي اقول لك حلوه كمان بكون عم بكذب عليكي. ومريحتي كثير بالشغل. انا كثير بيسعدني اسمع من حضرتك هذا الحكي، لانه الاستاذ جميل ما بيقول لي، يعني انا كنت فكرته مو مبسوط مني. عفوا مدام، انا قلت شيء بضحك؟ انا اسفه امل، انا بس تذكرت شغله. على كل هي عرفتي راي مديرك فيكي، هذا الشيء لازم يزيدك نشاط واهتمام بشغلك اكثر. واوعى تفكري انه جميل رح يمدحك او يدللك. جميل ما بيحب يدلل حدا، هذا طبعه، حتى انا ما بيدللني. الحقيقه انا جاي بدك تقابلي جميل، ما هيك؟ اذا ما عندك مانع. وليش ليكون عندي مانع؟ جميل المدير وانت السكرتيره، وبعدين شايفتك حامله اضباره، معناتها بدك يالا شيء ضروري. صح، حضرتك ذكيه جدا. الاستاذ جميل طلع بكير، وبعد ما راح رح نادي لك لجميل وانت بتشرحي له. ماشي، عن اذنك. إيه مدام اريد منك شغله بس خجلانه. لا تخجلي، تفضلي. حمرتك باهته ام فقعه؟ وانت شو شايفه؟ باهته. ايه خلاص، رح نادي لك لجميل. هلا فهمت، هي تحب الباهت وهو بحب الفائع، عم جيب لها الفائع مشان تحط منه. شو جاب هاي هلا؟ شو بدها ببيتي؟ وطي صوتك. طب شو جاب على بيتي؟ شو بدها؟ ايه شو بعرفني؟ هي اجت لتشرح لي، قلت لها ما بتحكي شيء ليجي الاستاذ جميل وبتشرحي له بعدين، لو ما بدها ياكل شيء ضروري ما اجي. تروح. يعني مو همك. ايه اجت والله جابها. ها؟ يعني تذكرت. تذكرت انا قايل لها انه تمدل عندي على البيت في شغل ضروري. نشيطه السكرتيره، نشيطه ولقطه ومتفانيه بعملها، هبتها غير هبه. قوم لكن اعطيها تعليماتك، عيب المخلوقه قاعده لحالها. بعرف انه المفروض اعطيها التعليمات بالمديريه، بس انا اليوم ما فضيت حك راسي، كله مراجعات اليوم، عندي مراجعه فايته مراجعه طالعه، فقلت لها تيجي لعندي على البيت. الله يعطيك العافيه يا رب. يعني إذا أنت ضايقتي من جيتها بإمكانك تطلعي تقولي للأستاذ جميل مو فاضي، روحي على بيتك، هو بكرة بيعطيك التعليمات بالمديرية. لا حبيبي، ليش لا تضايق؟ هذا شغلك وأنت أدرى فيه. صح، بس يعني شو يعني؟ لا يعني ولا معني، المخلوقة قاعدة لحالها، ما حلو. جميل اطلع. ما بخبي عنك أنا ترددت قبل ما قلها تجي على البيت. بتعرفي مشاعر الزوجة لما بيكون زوجة مدير وسكرتيرته الحلوة بتجي لعنده على البيت، بجوز تضايق أو تغار هيك شوي. هلا هاي حلوة، هاي مسروعة. بعدين حبيبي أنا بعرف شو عندي. بتعرفي يعني مو هامك ما؟ لا مو قصد مو هاممني، بس قلت لك بعرف شو عندي. طيب طالع لعنده. هيك بدك تروح؟ شلون بدي روح لكان؟ ما بيصير، البس الطقم وبعدين اطلع لعنده. اسمنا رايحين لعند مها. لا ماني طالع غير هيك، ونكايا فيكي. بعد هيك انت شو جابك؟ اهلين اهلين اموله. ايه عرسي امل، هاي الاستاذ جميل. انا بستاذن لشوفوا الاولاد، خذوا راحتكم. انت شو جابك لهون؟ استاذ انت بعد ما طلعت من المكتب اجت بعض القرارات المهمه، فقلت لحالي يعني بتطلع عليها. هاتي لشوف هدول اللي اجوا. قلت لحالي ها؟ هي كلها ما فيها شيء، بتستنى لبكره. امسكي يلا بوشك على بيتكم، وبكره حسابك بالمديريه. عينك هي المبينه لقلعها. فردي لي هالكباش يلا. وانا كمان فقلت لحالي ما في فايده مع هالمره. مين اجا جميل؟ ما حدا. وين سكرتيرتك؟ راحت. لوين راحت؟ خلصت شغلها وراحت. من غير ما تشرب قهوة؟ مو ضروري تشرب قهوة. لتكون زعلتها جميل. شو قصدك؟ شو قصدي؟ يعني الواحد لما بده يحط سكرتيرة بحط سكرتيرة حلوة، مشان إذا تصبح بوشها يعرف يشتغل. معك حق، لازم الواحد ينقي سكرتيرة حلوة. النشاط والتفاني بالعمل ما بيكفوا، لازم تكون حلوة مشان يعرف يتصبح بوشها، وإذا تصبح بوش حلو بيسلطن وبيعرف يشتغل. راح جيب سكرتيرة حلوة. إيه ها؟ من زمان حبيبي اسمع كلامي. يلا حبيب قلبي قوم البيت هلا ما منلحق. والله لخليكي تركضي وراي وما تلحقي. كرمال القمر اللي جاي يزورنا
شلون ما خطرت لي؟ شو عرفوا نعيم انه في حدا جاي يزورنا؟ وأمر كمان؟ معناتها بيعرف انه هنا جاي لعندي. منين عرف؟ معناها قريتها. ماما تعالوا لكم، انا رايحه انا وابوكم، لا بدي اياكم تتخانقوا ولا تفتحوا الباب لحدا ولا بتخربوا البيت. اذا حدا اتصل بالتليفون اسالوا مين ولا تشعلوا السدرات، بنعرف الاسطوانه حافظينا. يلا هنا يلا حبيبتي، هلا بكون رفيقتك، ما عم تستنانا تاخرنا. عجيبه. شو العجيب؟ يعني لهفتك لتروح لعند رفيقتي. لا لا يروح فكرك لبعيد، انا رايح مشانك، اذا بدك ما بروح. ها لا تعال هون يكبر شانك ان شاء الله، بس يعني مبسوطه كثير انك عم تتغير. مثل ما وصيتكم ماما ماشي؟ طمني ماما، روحوا الله معكم. حبيبات قلبي خبيني الشوكولاته. ها تكرم عينك. شبك جميل؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لا في. عم اقول لك ما في شيء. ايه ما بدك لي انت حر، بس اذا طلعت بوشك بالمرايه بتعرف انه معي حق اسالك. هي طلعت شبه وشي طبيعي. لا واضح. لا تكون متضايق مشان الاضباره اللي جابت لك اياها السكرتيره. منيح اللي تذكرتي تساليني عن الاضباره وعن زياره السكرتيره. يو تقبرني، ما بتعرف انه انا ما بحب اتدخل بشغلك، فليش لا اسالها؟ انا لا بتحكي اه. بعد هيك انت الثاني. طب والبالك؟ ايه استاذ نعيم، انا رح ادخل بالموضوع مشان تكون القعدة حلوة ورايقة. اساسا هي القعدة حلوة بوجودكم، ما اخي جميل كله قاعد معنا. تسلم يا رب. بصراحة انا حكيت لي مها انه في خلاف بينك وبينها، وانا وجميل جايين نفض هذا الخلاف وناكل حلوان الصلحة، فشو رأيك؟ بتأمري امر انت، بتأمري امر. اخي جميل بفصل وانا بلبس واللي بيشوره انا قبلان فيه. تسلم، الله يقدرنا على فضه للخلاف. اخي جميل الله يسلمك. على راسي. اسمع اخي جميل. نعم. نحن من يومين اجت زارتنا بنت خالتها لمها من بانياس زيارة يومين زمان. في شيء هالحكي؟ لا. طبعا انت بتعرف انه اكرام الضيف واجب، مزبوط؟ مزبوط. والمثل بيقول لا الي ولا تطعميني، صح؟ صح. اكيد اكيد. واساسا انت ما عندك غير الكلمه الحلوه تقولها بوش ضيفك. بتاكد على كلامي؟ باكد على كلامك، تفضل كلمي. نعم. اسمع القصه بقى. اول ما اجت بنت خالتها انا استقبلتها بوش حلو، ومو بس هيك حليت لساني مشانها، بجوز انا اكون زدت على لساني قطعه سكر، بس هذا الشيء غصب عني يا جماعه، لانه وشي حلو كثير، كله حلوه كثير، بوصف لكم قدها. جسم مثل الخيزران ممشو، بتحطي الخاتم من فوق يا مدام بينزل لتحت، ما في شيء بيوقف بطريقه لا من قدام ولا من ورا. رقبه كريستال بلور، بتشوفي المي وهي نازله فيها. عيون سود هالقد قدن مثل كحل الليل، كبار وحلوين، احلى من عيون المها ولا حواجب، امضى من حد السيف، بيجرح وجرح اخي جميل، بيجرح وجرح. ولا انف صغير هالقد قدن، مو كبير هالقد قدن مثل البيت انجاني. بتحتار بتحتار منين بتاخد النفس هالمخلوقه. ولا تم 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 يا لطيف، هالقد قدن صغير مثل الفستقة، مثل الفستقة ها، بس عاشوري ما الحلا، بتقول معجون عجن بالسيليكون. بقى كيف بدك تشوف هالمنظر وتضلك ساكت خرسان؟ كيف انت بتقدر تسكت شي؟ انا لا، ربنا سبحانه وتعالى جميل ويحب الجمال. ها ها يرحم جدك يرحم ابوك. قل لهم هالحكي، قل له هالحكي لمرتي، الا معها حق تزعل مني شي. شوف من جهه معها حق تزعل، معها حق ولازم تزعل. هلا انت معي ولا معه؟ لا انا مع الحق، انا مع الحق اخي نعيم. انا برايي انه الست لازم تغار على زوجها، ما هيك؟ لانه الغيره على الزوج هي دليل المحبه، اذا بتحبه بتغار عليه، اذا ما بتحبه ما بتغار عليه. بعدين انت المفروض تكون سعيد جدا بهالغيره، لانه هي دليل المحبه، مو تكون زعلان. مو هيك انه ولا عم بيض انا؟ انت بتعرف رايي جميل.
معناتها عم بيض.